طيب باشمهندسين معايا، ايوه حضرتك باشمهندسين معاك يا دكتور، معاك يا معايا. دكتور. طيب نبتدي بقى المحاضرة إن شاء الله. وحضرتك تكتب ولا حاجة اجيب PDF؟ لا هكتب يعني، ربنا يستر بس، وايه ما يحصلش مشكلة زي المرة اللي فاتت. يعني إن هنكتب شاء على الله حضرتك. خير. يعني طب هو حضرتك ما ينفعش تنزل لنا الفايل اللي والله حضرتك انا بتكتب فيه ده نفسي انزل PDF؟ لكم الفايل اللي انا بكتب فيه، بس يعني عايز اشوف مع الدكاتره، لان في يعني انا ما بدرس الماده لوحدي، ففي دكاتره بتقول اوكي وفي دكاتره بتقول لا، فلسه هنشوف الموضوع ده هيبقى عباره عن ايه. يعني تمام لو كده هنزل لكم كل حاجه بعد كده. تمام طيب انتوا كده شايفين حاجه ولا لا؟ شايفين الدكتور بورد، في بورد، بورد صفحة بيضاء، شايفين ايه؟ بورد بورد صفحة صفحة بيضاء بيضاء كده. طيب وايت بورد، وايت بورد طيب مثقف انت. خلاص بورد نبتدي بقى بورد. محاضرتنا، نبتدي محاضرتنا ان شاء الله. تمام. دلوقتي يا باشمهندسين احنا خلصنا المرة اللي فاتت الايديال جاز، تمام؟ فالنهاردة ان شاء الله هنبتدي ناخد الريال جاز. يبقى دلوقتي ان شاء الله هنبتدي ناخد مين؟ هنبتدي ناخد الريال جاز. طيب نركز مع بعض. هو ليه الريكورد فيه مشكلة؟ كده ابتدى الريكورد. بس عشان اعمل لكم ريكورد للمحاضرة هشوف الريكورد. هو كده بتعمل ستارت ريكوردينج. شون سي ممكن محدش يعمل ريكوردينج غيري؟ ممكن يا دكتور اصلا ريكورد. نعم كده الريكورد بدأ خلاص. كده الريكورد بدأ. اوكي طيب دلوقتي ان شاء الله هنبتدي ناخد المحاضرة بتاعتنا. تمام احنا المرة اللي فاتت خدنا الايديال جاز، فالنهاردة إن شاء الله هناخد الريال، هناخد الريال جاز. النهاردة إن شاء الله هناخد مين؟ هناخد الريال جاز. طيب باشمهندسين دلوقتي أول حاجة عشان نعرف إيه هو الريال جاز، عايزين نعرف إيه الفرق ما بين الأيديال جاز الريال جاز. عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز. طيب عشان نعرف ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز، حاجه بسيطه جدا. ايه هي الايديال جاز؟ تخيل ان احنا كده واقفين في صحراء. احنا واقفين فين؟ واقفين في صحراء. باشمهندسين هل انا مثلا، انا قدامي اهو كريم حسن ومثلا محمد حسام، لو احنا الثلاثه كده واقفين في صحراء، هل احنا لينا حجم بالنسبة للصحراء ده يا باشمهندسين؟ لينا حجم؟ أكيد لا. لا أكيد لا. يبقى الأيديال جاز بالظبط، الأيديال جاز بالظبط كأنه صحراء. يبقى الأيديال جاز بالظبط كأنه مين؟ كأنه صحراء. يبقى في الأيديال جاز بقول إيه؟ بيقول إن the molecule أو molecule is consider is consider as a point mass. شايفين الكتابة اللي بتتكتب؟ أنا محسوب على بس في ديلي جاي، بس في ديلي هقول هو في بتاع كده مش عارف الصورة دكتور. هو مكتوب لا الزهرة عندي بجد، وما كتبش بعديها حاجة. طيب معلش يا شباب، هو الدكتور قال ايه عشان النت كان بيقطع عندي؟
مالش حاجة لسه. مالش حاجة. مالش حاجة. طيب تمام شكرا. الأسايمنت بس قال نسلمه في اللاب وترفعه للمس بس. طب تمام تمام. وايه الأسايمنت؟ جماعة طب هو لينك المحاضرة ايه فين؟ ايه؟ هنسلم الأسايمنت امتى؟ لينك المحاضرة التانية على ايه فين يا شباب؟ محاضرة ايه؟ الكيمياء المحاضرة اللي فاتت. قصدك التانية يا اما على التيمز يا اما في اليوتيوب بتاع اللي هو القناة اللي هم عاملينها. الأسايمنت بتسلمه يبقى ابعت على الجروب وهتلاقي حد يبعته لك. ماشي. الأسايمنت تسلمه فين؟ في اللاب وارفعه على LMS. انا اسلمه في اللاب وارفعه برضه على LMS. يعمل الاثنين احتياط هو قال نسلمه اللاين بتاعه ايه هو نزل الاثنين اربع ايام اهو هو يوم الجمعه الجمعه الجاي جمعه تمام شكرا الديدلاين بتاعه انت معلش جمعه 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 ماشي يا جماعه الاسايمنت نزل فين اصلا ايه هو نزل فين على ال LMS وعلى الجروب هتلاقي على الماتيريالز ما كنتش اعرف برضه في حد قال لي على على ال LMS هو ايه هتلاقي اسمه شيء يا جماعه هو البي دي اف بتاع المحاضره اللي فاتت فين ابعته لك هو ملوش بي دي اف هو في بي دي اف كده كان معرفش بتاع السنه اللي فاتت ده ولا ايه بتاع اول محاضرتين كده هو بعته لك على الواتساب ما فيهوش دالتونز لو على فكره لا في هو اللي انتوا خدتوه في المعمل جه منه اسئله في الاسايمنت مش كده ما حلتوش فما اعرفش لا لا وما صاحبش الفرافير يا باشمهندس انا عاوز انا مش فاضي ايه ده واصل يعني شكله طب سؤال بس كده بعد اذنكم قول هو اللي انتوا خدتوه في اللاب الكيميا المره اللي فاتت جه منه في الاسايمنت مش كده ابن انت لسه سنه ما اعرفش لا ما جاش منه في الاسايمنت يا جماعه هو ممكن حد يبعت لي البي دي اف بتاع المحاضرات اللي فاتوا ماشي هتلاقي على جروب الماتيريال الله يبارك يا دكتور جروب ماتيريال ده على الميس ولا فين جروب ماتيريال ده على الواتس لو مش مشترك فيه خلي حد في تاني بتاع ماتيريال بالظبط طب فين اللينك بتاعه ده طيب على الواتس واحد على اي حد على الجروب واحد على المايك صعب الجيران واحد بس يتكلم انا مش فاهم حاجه مش عارف ولا سامعين سامعيني اه سامع حضرتك اه يا دكتور طيب انتوا شايفين السكرين اللي عندكم دي ولا لا شايفينها شايفينها ايوه طيب تمام لا انا مش طيب الظاهر عندي حاجه دلوقتي هنكمل الشغل بتاعنا ان شاء الله فبنقول ان الريال جاز هو عباره عن ايه الريال جاز زي ما احنا شايفين هو عباره عن او عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز قلنا الايديال جاز اعمل بس ريكورد للمحاضره هي معمول لها ريكورد كده طيب عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز قلنا الايديال جاز بيقول لي فيها ان الموليكيول از معمول لها ثانيه عامل لها ثانيه يا جماعه معلش ممكن حد يبعت لي طيب جروب الواتس
انا بدور على البتاع مش لاقي. 26 اللي في سيكشن 26 قصدي اللينك بتاع ماتيريال. طيب نكمل. بيقول لك بالنسبة للايديال جاز، عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز. قلنا الريال جاز ان الموليكولز تعتبر كبوينت ماس، قلنا في الريال جاز ان الموليكولز تعتبر كبوينت ماس. يعني ايه اللي فتح المايك بالظبط؟ انا مش سامع حضرتك. قلت لك بالظبط، مش عايز صوت. قلت لك بالظبط، تخيل لو احنا قاعدين في صحراء، هل احنا لينا حجم بالنسبه للصحراء ده يبقى فانتين؟ طبعا لا. ليه؟ فانتين يا ريت نقفل المايك. انسف اشتغل المايك. عبد الرحمن إيهاب وأحمد أيمن يقفلوا المايك يا جدعان. طيب يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على الريال جاز. يبقى قلنا الريال جاز، هنبتدي المحاضرة بتاعتنا اهو. الريال جاز قلنا الريال جاز عشان نعرف ايه الفرق او ايه هو الريال جاز، لازم نعرف ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز. الصورة رايحة عندنا بس معلش. موجودة ماشي. يبقى دلوقتي ان شاء الله هنبتدي ناخد الريال جاز. عشان ناخد الريال جاز عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز. قلت لك في الايديال جاز، تخيل ان انت واقف في صحراء، هل انت ليك حجم بالنسبه للصحراء دي؟ طبعا لا. فانا عندي هنا الموليكول تعتبر كبوينت ماس. يعني ايه تعتبر كبوينت ماس؟ احنا لو موجودين في الصحراء فاحنا نعتبر بالنسبة للصحراء دي كايه؟ كنقطة. طيب هل لو احنا موجودين في الصحراء، هل في ما بيننا وما بين بعض يا باشمهندسين هيبقى في اتراكشن فورس؟ ردوا كده، هل هيبقى في اتراكشن فورس؟ لا. لا 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 لا. ليه؟ لان في الصحراء الجزيئات بعيدة كلها عن بعضها. يبقى هنا زير از نو اتراكشن فورس، ما فيش attraction force between دكتور الجاز. كتب نعم كتب. فيش حاجة تكتب. الصورة مش باينة أصلا. الصورة مش باينة يا جماعة. طب اصبروا والله هتبين. هي ايه الصورة دول؟ مش حاجة تكتب أصلا. يعني ايه الصورة سابقة؟ في فرق من الديلي وهي مش باينة أصلا. هي كلام مش باين. دكتور بيتكلم الكتابة اللي هو بيقالها دي مش باينة. ايوه بالزبط. يعني صورة ثابته ما بتكتبش. اللي واضح دلوقتي البوينت ماس دي اللي باينه كده. انا الباينه عندي اللي هو ايه اسمه الدكتور. انت عندك مشكله في النت. وانا برضه عندك مشكله برضه نفس النظام. انت كده عندك مشكله. لا هو مكتوب مكتوبه بس ثابته موجوده. هو بيعمل كده دلوقتي يعني ايه ده يا يوسف؟ نعم. مين اللي بيتكلم؟ محمود. يا ايه ده؟ ايه يا حمود؟ محضر الوحيدة اللي طب يا ريت يا محضر الوحيدة اللي بفهمها يا مشاكل. لا عم تويسي ظهرت هنا. انت كيف الراوتر فتحت يا عم؟ هتفرق ايه يعني؟ مش هحب بقى باكو خلاص. انا ده بس كده في المحاضره.
شايفين ايه يا باشمهندسين؟ بين كده كده في كلام كتب ازيان راح التاني ولا حاجه مفيش اي حاجه طالما طلعت ما هي راحت هي كان موجوده يا دكتور راوتر سليم يا عم يا جماعه يا ريت نرد ناس من المايك مصدق فايل يا حوله انا برضه الناس استفدت من المايك يا جماعه يا ريت كله يقفل المايكات الدماغ باشمهندسين انتوا كده شايفين ولا مش شايفين باشمهندسين شايفين كده تمام انا مش عارف ليه يعني انا بدي امبارح محاضره كريدت دي اللي انا كاتبها في محاضره كريدت عادي خالص بكتب انا مش عارف ايه المشكله عندكم بصراحه عايزين نشوف الموضوع ده ممكن بس ممكن عشان العدد كبير عشان العدد ممكن فاحنا دلوقتي هنشوف هنشرح من هنا ولو ونشرح بالراحه كده وان شاء الله ايه نشوفها واحده واحده ركزوا بقى معايا يعني مكتوبه قبل كده صح طيب كده انتوا شايفين صح شايفين كويس تمام يا دكتور تمام طيب واحده بقى كده واحده واحده وركزوا معايا والموضوع هيبقى بسيط جدا وسهل ان شاء الله طيب تعالوا نبتدي دلوقتي ان شاء الله هناخد الريال جاز يبقى احنا دلوقتي ان شاء الله هناخد مين الريال جاز عشان ناخد الريال جاز عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الايديال والريال طيب تخيل كده يا باشمهندسين ان انت زي ما بقول ان احنا قاعدين في صحراء هل احنا لينا حجم بالنسبه للصحراء دي طبعا لا لا فاحنا تعتبر كبوينت ماس المولكيول تعتبر كايه كبوينت ماس يعني ايه المولكيولز تعتبر كبوينت ماس يعني ملهاش حجم بالنسبه للمكان اللي هي موجوده فيه يبقى المولكيولز تعتبر كبوينت ماس يعني ملهاش حجم بالنسبه للمكان اللي موجوده فيه احنا في صحراء احنا بنعتبر بالنسبه للصحراء دي ايه نقط يبقى the molecules is or are considered as a point mass تعتبر كايه تعتبر كنقطه طيب باشمهندسين ما بيننا وما بين بعض attraction force في الصحراء لا ليه لان الصحراء كبيره فكل واحد قاعد في حته مختلفه عن الثانيه يبقى there is no attraction force between the gas molecules يبقى تاني يبقى بالنسبه للايديال جاز بالنسبه للايديال جاز المولكيولز تعتبر كنقطه يبقى انت دايما حط في دماغك ان الايديال جاز ده صحراء الايديال جاز ده ايه صحراء فالجزيئات او احنا بالنسبه للصحراء نقط يبقى المولكيولز ار كونسيدر از ا بوينت ماس تعتبر كنقطه طب هل في ما بيننا وما بين بعض اتراكشن فورس ولا لا لا there is no attraction force between the gas molecules مفيش attraction force ما بين جزيئات الغاز وبعضها طيب باشمهندسين تخيل ان الصحراء دي بقت اوضه تخيل ان الصحراء دي بقت ايه بقت اوضه طيب هل احنا نعتبر بوينت ماس بالنسبه للاوضه دي هل احنا نعتبر نقط بالنسبه للاوضه ولا لينا حجم لينا حجم يبقى the molecules are not considered as a point mass ما اقدرش اعتبر ان molecules كايه كبوينت ماس ما اقدرش اعتبرها كبوينت ماس طيب يبقى المولكيولز ار نوت كونسيدر از ا بوينت ماس يعني انا ما اقدرش اعتبر ان المولكيولز عندي كايه ما اقدرش اعتبر ان المولكيولز عندي كبوينت ماس طيب احنا لو احنا بقينا في الاوضه هل في ما في ما بيننا وما بين بعض اتراكشن فورس ولا لا في لان احنا بقينا قريبين من بعض صح ففي بقى في ما بيننا وما بين بعض مين بقى في ما بيننا وما بين بعض attraction force خلاص فبقى في ما بيننا وما بين بعض مين attraction force طيب يبقى ده بالظبط الفرق ما بين الايديال جاز ومين يا باشمهندسين ده الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز يبقى في الايديال جاز بيقول لك ان المولكيول تعتبر كبوينت ماس تعتبر كنقطه طيب في attraction force ولا مفيش attraction force مفيش attraction force ما بين جزيئات الغاز وبعضها ما فيش اتراكشن فورس ما بين جزيئات الجاز الصوره سودا هي الصوره عندي راحت هي الصوره راح عند راح الماوس هي الصوره سودا الصوره سودا بس
كان ظاهر الماوس. ايه بس ايه يا جماعه الدكتور معانا ولا خرج؟ معاكم. طيب ماشي. كده شايفين؟ لا لسه دو. لا يا دكتور لسه. طب ثانية واحدة. دي المحاضرة بكام يا شباب؟ تلت باين. شايفين يا باشمهندسين؟ ايوه دكتور. اه كده باين السكرينه بتاعت البي سي بتاع حضرتك الكمبيوتر. طيب طب شايفين الوورد اللي مكتوب ريال جاز؟ الوورد لسه لا لسه ايش حاجه لا لسه جاي بصوره الفايل برضه. طب كده لا برضو هلس. كده الصورة اختفت خالص. رجع للتيم ده دكتور. يا دكتور معانا دكتور معانا اهو استنوا شويه كل ما يصير صوت عشان ما حدش يتفضح يعني. بص انت بتتكلم برضو يعني اكيد هم سامعينك برضو في زمانه مفتوح. والله انا بعتله ده بس ايه الاونلاين هيبقى الترم ده بس والله ابني ما انا عارف عشان كان يلغوا الدراسه خالص يا رب يعني اما ننزل اما يلغوها لكن برجالنا والنهارده اه الاونلاين ده عذاب. انت حاجه حلوه ولا حاجه زي كده اسبوع ده ولا اسبوعين؟ بس يا جماعه معلش ممكن حد يبعت لي لينك المحاضره الثانيه لان انا مش اعدادي ومش فاهم في حاجه ولا لا يا باشمهندسين؟ اه الصوره ظهرت لك. اه شايفين. شايفين ايه دلوقتي؟ مكتوب الريال جاز بورد شايف على الريال جاز. طيب الصوت مش عايز صوت بقى بعد اذنكم. تمام يبقى احنا دلوقتي يا باشمهندسين قلنا ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز. قلنا في الايديال جاز ان الموليكولز تعتبر كبوينت ماس. يعني ايه تعتبر كبوينت ماس؟ يعني تعتبر كنقطه. قلت لك دايما افتكر ان الايديال جاز ده عباره عن الصحراء. الايديال جاز ده عباره عن الصحراء. يبقى احنا بالنسبه للصحراء دي نعتبر كايه؟ نعتبر كبوينت ماس، نعتبر كنقط. نعتبر كايه؟ نعتبر كبوينت ماس، نعتبر كنقط. طب هل في ما بيننا وما بين بعض اتراكشن فورس؟ لا مفيش ما بيننا وما بين بعض اتراكشن فورس. طيب بالنسبه للريال جاز قلت لك تخيل ان احنا في اوضه.
احنا نعتبر بوينت ماس؟ لا ما نعتبرش كنقطه، يبقى is not considered as a point mass. طب في الاوضه دي هل في ما بيننا وما بين بعض attraction force؟ اه هيبقى في attraction force. طب انا عايز اسال سؤال، ازاي احول بقى من ideal gas لreal gas؟ ازاي اخلي الصحراء دي اوضه؟ حد يقدر يقول لي؟ انا اصغر الحجم. اصغر الحجم تمام، هصغر الحجم بقى عن طريق احطه مثلا صح، عن طريق ان انا ازود البريشر، عن طريق ان انا ازود مين؟ ازود البريشر. وعن طريق ايه تاني؟ معلش ممكن اسال سؤال؟ اقلل درجه الحراره. اقلل درجه الحراره. يبقى تاني، يبقى انا عشان احول الجاز بتاعي من ايديال جاز لريال جاز يبقى انا بعمل حاجتين. ايه هما الحاجتين اللي انا بعملهم؟ اول حاجه ان انا ازود البريشر واقلل درجه الحراره اهو. يبقى the gas under normal condition is ideal gas، الغاز تحت الظروف العادية يعتبر ideal gas، إنما under extreme condition is considered as a real gas. تمام؟ يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي عشان أحول الغاز بتاعي من ideal لreal لازم أعمل حاجتين. إيه هما الحاجتين اللي أنا أعملهم؟ أعمل high pressure وأعمل مين؟ وأعمل low temperature. خلاص؟ يبقى أنا أعمل حاجتين، أعمل high pressure وأعمل مين؟ low temperature. يبقى الموضوع بسيط جدا، يبقى الايديال جاز ده صحراء، يبقى احنا في الصحراء بوينت ماس، يبقى الموليكولز تعتبر كبوينت ماس، تعتبر كنقطه. طب في اتراكشن فورس ولا مفيش في الصحراء؟ مفيش اتراكشن فورس. ليه؟ لان كل واحد هيبقى موجود في مكان بعيد عن التاني. طب لو خليت الصحراء دي اوضه، الاوضه دي يبقى الجاز اتحول لريال جاز. طيب يبقى احنا بوينت ماس ولا نوت بوينت ماس؟ لا احنا نوت بوينت ماس، ما نعتبرش كاوضه، يبقى ذا موليكولز ار نوت كونسيدر اس بوينت ماس. طب هل في ما بيننا وما بين بعض اتراكشن فورس؟ لا سوري، في اتراكشن فورس. ليه؟ لان احنا في الاوضه كلنا قريبين من بعض. طب ازاي بقى احول الجاز ده؟ يبقى الجاز تحت الظروف العاديه، تحت الظروف العاديه ايديال جاز. طيب ازاي احول بقى من ايديال لريال؟ under extreme condition ان انا بعمل حاجتين. ازاي اخلي الصحراء دي اوضه؟ ان انا اضغطها. تمام، يبقى اعمل high pressure. طب بعد ما اعمل high pressure واعمل low temperature، بعمل الاثنين، بعمل high pressure وبعمل مين؟ وبعمل low temperature. طيب تعال نكمل، انا بعمل high pressure وبعمل low temperature. طيب باشمهندسين، how we can known الجاز ده ideal gas ولا real gas؟ اعرف منين الجاز اللي عندي ده هل هو ايديال ولا ريال؟ عايز اعرف. طيب ازاي؟ عن طريق حساب حاجه اسمها الزد. يبقى انا اعرف الجاز ده هو ايديال ولا ريال منين؟ عن طريق حاجه اسمها الزد. ايه هي الزد دي؟ الزد دي اسمها الكومبريسابيليتي فاكتور، اللي هو معامل الانضغاط. يبقى الزد ده اسمه ايه؟ اسمه الكومبريسابيليتي فاكتور، اللي هو معامل الانضغاط. طب الزد ده، يبقى الزد ده عباره عن فاكتور، الفاكتور ده ايه وظيفته؟ هو اللي بيقول لي الجاز ده ايديال جاز ولا ريال جاز. طيب الزد ايكوال ايه؟ الزد ايكوال بي في على الان ار تي. يبقى الزد ايكوال بي في على الان ار تي، يبقى ده الزد. يبقى الزد ايكوال مين؟ بي في على ان ار تي. طيب باشمهندسين، هو قانون الايديال جاز ايه؟ ردوا كده. بي في بتساوي بي في ايكوال ان ار تي. تمام، طب في الحاله دي لو بي في ايكوال ان ار تي يبقى الزد ايكوال كام؟ يبقى بزد بوان. تمام، يبقى لو الزد عندي طلعت بوان، لو الزد عندي طلعت بوان، يبقى الجاز اللي عندي ده ايه؟ ايديال. لان في الايديال جاز البي في ايكوال ان ار تي، يعني اللي فوق ايكوال اللي تحت، يعني الزد ايكوال كام؟ ايكوال 1. طيب بالنسبه للريال جاز، بالنسبه للريال جاز الزد نوت ايكوال 1. يبقى بالنسبه للريال جاز الزد نوت ايكوال 1. طيب هي لو نوت ايكوال 1 يبقى انا عندي احتمالين. ايه هما الاحتمالين؟ يا اما الزد اكبر من ال1، يا اما الزد اصغر من ال1. في مشكله؟ تمام، يبقى انا عندي كام احتمال؟ عندي احتمالين، يبقى يا اما الزد اكبر من ال1، يا اما الزد اصغر من مين؟ يا اما الزد اصغر من ال1. حد عنده مشكله في الكلام ده يا باشمهندسين؟ زد بس. لسه ايه؟ زد دي اللي هي الكومبريسيبيلتي فاكتور. ايه هو الفاكتور ده؟ الفاكتور ده هو وظيفته يقول لي الجاز بتاعي ده ايديال ولا ريال. طب الزد ده ايه قانونه؟ الزد ده بي في على ان ار تي. مين الباشمهندس اللي كان بيسال؟ انا. مين؟ يوسف. يوسف، في الايديال جاز مش البي في بتساوي ان ار تي؟ اه. يعني اللي فوق ايكوال اللي تحت ولا لا؟ اه.
طالما اللي فوق ايكوال اللي تحت يبقى الزد ايكوال كام؟ ايكوال 1 صح. طب في حاله الريال جاز الزد نوت ايكوال كام؟ نوت ايكوال 1. يبقى لو ايكوال 1 ايديال، لو نوت ايكوال 1 يبقى مين يا يوسف؟ ريال. يبقى انا عندي كام احتمال لو نوت ايكوال 1؟ يا اما اكبر يا اما ايه قال يا اما اصغر. طب يوسف عشان احول الجاز ده من ايديال لريال قلنا بنعمل ايه؟ بنقلل الحجم ونزود الضغط ونقلل درجة الحرارة. تمام، يبقى بزود الضغط وقلل درجة الحرارة. طيب امتى تكون الزد اكبر من الون وامتى تكون الزد اصغر من الون؟ هي اكبر عشان ما تنساش، اكبر يعني هاي ولا لو؟ هاي. هاي يبقى الزد اكبر من الون في حالة الهاي بريشر، انما الزد اصغر من الون في حالة مين؟ لو بريشر. حالة اللو تمبر التمبريتشر قصدي. تمام، يبقى الزد اكبر من ال1 في حاله الهاي بريشر والزد اصغر من ال1 في حاله مين؟ في حاله اللو تمبريتشر. حد عنده سؤال في الكلام ده؟ انا معلش انا مستني سؤال. احنا بنزود البريشر. دكتور عندي سؤال. تمام، في حد بيتكلم هنا. الباشمهندس لسه بيسال ازاي لما بنقلل. تمام اتكلم انا حضرتك. ازاي لما بنقلل التمبريتشر وهي في الدينوميريتور الزد بتبقى اصغر من الون؟ هثبت لك الكلام ده دلوقتي. مين عنده سؤال تاني؟ يعني مثلا البريشر ده برضه الضغط هل الضغط ولا برضه الزد قلب واحد؟ طيب خلاص انا هكمل. طالما انتم ما بتعرفوش تسالوا يبقى انا هكمل خلاص. طب ممكن ما نسال بعد كده؟ السؤال اللي انا كنت مستنيه واحد هيقول لي هو انا بعمل، مش انت بتقول لي عشان احول الجاز ده من ايديال جاز لريال جاز انا بعمل هاي بريشر ولو تمبريتشر صح؟ انا بعمل الاثنين مع بعض ولا بعمل حاجه واحده؟ انا بعمل الاثنين مع بعض. طب هيجي يقول لي انت بتقول لي دلوقتي ان الزد اكبر من الون في حاله الهاي بريشر صح؟ ليه؟ انا بعمل الاثنين مع بعض ازاي؟ يا اما زود البريشر قوي، يا اما زود البريشر قوي وقلل التمبريتشر حاجه بسيطه. يبقى يا اما زود البريشر قوي وقلل التمبريتشر حاجه بسيطه. يبقى تاثير مين اللي هيظهر يا باشمهندسين، الهاي بريشر ولا اللو تمبريتشر؟ الهاي بريشر. الهاي بريشر. في الحاله دي يبقى الزد اكبر من ال1. في الحاله دي يبقى الزد اكبر من ال1. يا اما قلل التمبريتشر قوي وزود البريشر حاجه بسيطه. يبقى في الحاله دي تاثير مين اللي هيظهر؟ اللو تمبريتشر. ففي الحاله دي يبقى الزد اصغر من ال1. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى في الحاله دي الزد هتطلع عندي ايه؟ اصغر من مين؟ اصغر من ال1. في مشكله في الكلام ده؟ وانا ازاي يا دكتور لما بقلل التمبريتشر ازاي الزد بتقل؟ انا كده بقلل الدينومينيتور. انا في باشمهندس لسه سائل السؤال وقلت هثبت، لسه ما قلتش. دكتور معلش، هو ايه علاقة البريشر والتمبريتشر؟ يعني اشمعنى؟ هو مش لما انت بتزودي البريشر الحجم بيقل؟ صح؟ يبقى انا كده حولت الجاز من ايديال لريال. يبقى الجاز الجزيئات بتبقى موجودة في فوليوم كبير، ده الايديال. انما في الريال الجزيئات بتبقى موجودة في فوليوم صغير. يبقى انا عشان احول الجاز من ايديال لريال انا عايز اخلي الحجم صغير. طب اخلي الحجم صغير ازاي؟ ان انا ازود الضغط. لو انا عندي بستون وكبسته تمام، حطيت زودت عليه الضغط، مش الحجم بيقل؟ يبقى الفوليوم هيقل. يبقى الضغط زاد الفوليوم قل. نفس الكلام لو انا قللت درجه الحراره الاتراكشن فورس هيحصل لها ايه؟ هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد. مش عارف. طيب تخيلوا ان انا بسخن ميه، انا عمال اسخن ميه. لما انتوا بتسخنوا الميه مش الجزيئات بتفضل تتحرك؟ في كولاجن هيحصل صح؟ ابدا بقى الجزيئات بتتحرك، فالاتراكشن فورس بتتكسر ولا لا؟ ايوه. طب تخيل ان انت قللت درجه الحراره بتاعه الميه، يعني بردت، عملت تبريد، الاتراكشن فورس الجزيئات هتقرب من بعضها لان جزيئات الميه بتهدى صح؟ فالاتراكشن فورس هيحصل لها ايه؟ هتزيد. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا لو زودت الضغط وقللت درجه الحراره هيحصل عندي حاجتين،
الجزيئات الحجم هيقل، فبالتالي الجزيئات not consider as a point mass اللي هي الأوضة، والاتراكشن فورس ما بين الجزيئات وبعضها يحصل لها ايه؟ هتزيد. في مشكلة في الكلام ده؟ في نفس الوقت طيب دكتور مش هو الفوليوم هيقل؟ يعني هما كده هتصغروا جدا. واحد واحد يسأل اتفضل يا باشمهندس. ماشي. انا لما بزود الضغط بنسبة كبيرة في الباست، طب ما الفوليوم ما بيقل برضو وهو معاه في الباست. يا باشمهندس يا باشمهندس انا لسه قايل ان الحتة دي لسه هنثبتها. الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كله غلط، ملهوش علاقة باللي انا هشرحه. زي الباشمهندس اللي سأل على التمبريتشر، اصبر ثانية واحدة وهقول لك. اتفضلي يا باشمهندسة. انا قصدي لما الفوليوم بيصغر قوي هو كده انا بعتبره كده بوينت ماس، ما هو صغير قوي يعني. لا انا مثلا انا بتكلم على الفوليوم اللي فيه الجاز، يعني الاوضه يعني او الحاجه اللي هو اوضه بالظبط. يعني انا الجاز، اعتبريني انا الجاز وانا قاعد في اوضه، فانا هعتبر بالنسبه للاوضه دي بوينت ماس ولا نوت بوينت ماس؟ نوت بوينت ماس. طب يبقى انا الجاز، طب افرضي انا الجاز برضو وقاعد في صحراء، الفوليوم اللي انا قاعد فيه الكونتينر اللي انا قاعد فيه زي الصحراء، يبقى انا بوينت ماس ولا نوت بوينت ماس؟ بوينت ماس. بوينت ماس. يبقى انا قصدي على الفوليوم بتاع الكونتينر. ايوه خلاص. يبقى باشمهندسين هسال في الجزء اللي احنا قلناه ده وبعد كده نشوف. طيب فين اسال انا بقى كده شويه، فين عبد الرحمن اشرف؟ عبد الرحمن اشرف. ايوه معاك يا دكتور. طيب يلا عبد الرحمن قول لي ايه الفرق عبد الرحمن ما بين الايديال جاز والريال جاز؟ الايديال جاز بالموليكلز بتعتبر فيه بوينت ماس جدع، اما الريال جاز الموليكلز بتعتبر فيه يعني يعني بوينت ماس جدع، نوت بوينت ماس جدع. طيب في الايديال جاز في اتراكشن فورس ولا مفيش؟ في الايديال جاز نوت اتراكشن، مفيش اتراكشن فورس. في الريال جاز في اتراكشن، في اتراكشن. قلنا هنمثل الايديال جاز بايه عبد الرحمن؟ الايديال جاز بالصحراء جدع. يبقى احنا بالنسبه للصحراء ولا حاجه، يبقى بوينت ماس ومفيش اتراكشن فورس. طب وهنمثل الريال جاز بايه؟ بالاوضه. بالاوضه زي الفل، شكرا عبد الرحمن. طيب فين احمد اسعد؟ احمد اسعد فين؟ طيب فين احمد مجدي؟ طبعا الناس اللي ما بتردش دي انا باخد اساميها. مع حضرتك احمد مجدي. احمد مجدي قول لي يا احمد، عشان احول الجاز من ايديال جاز لريال جاز بعمل ايه؟ بزود الضغط هاي بريشر ولو تمبريتشر، بقلل درجه الحراره. تمام، يبقى انا بزود الضغط واقلل درجه الحراره. تمام. طيب تقدر تقول لي يا احمد ازاي اعرف الجاز ده ايديال جاز ولا ريال جاز؟ بحسب معامل الانضغاط اللي هو اسمه ايه ده؟ الزد، معامل الانضغاط. الزد جدع. طيب فين دنا عصام؟ دنا عصام فين؟ دنا عصام. تمام. طب فين ايمان عطيه؟ هو في نيره عصام، انا مش عارفه. انا هنا يا دكتور. في دنا عصام مكتوب عندي. وانا نيرة عصام. انا ايمان. طيب عطية. ايمان عطية. طب ايمان قلنا الزد ايكوال ايه يا ايمان؟ بي تي على بي في على ان ار تي. تمام، بي في على ان ار تي. طب تقدري تقولي لي امتى الجاز ده يبقى ايديال جاز لو الزد طلعت بكام؟ لو الزد بواحد بيبقى ايديال جاز. ليه؟ عشان البي في بتساوي ان ار تي. زي الفل. طب وامتى يكون ريال جاز؟ لو الزد مش بتساوي واحد. طيب طب لو الزد نوت ايكوال 1 انت عندك احتمالين، ايه هما؟ لو اكبر من واحد يبقى هاي بريشر زي الفل، ولو اقل من واحد يبقى لو بريشر. لو زي الفل، لو تمبريتشر. طيب حبيبه هيثم فين؟
حبيبة. ايه يا دكتور. طيب قولي يا حبيبة، انا دلوقتي لما جيت قلت انا بحول الايديال جاز لريال جاز، بعمل هاي بريشر لوحده وبعمل لو تمبريتشر لوحده ولا بعمل الاثنين مع بعض؟ بعمل الاثنين مع بعض. طيب ازاي انا قلت الزد اكبر من الوان في حاله الهاي بريشر ازاي وانا بعمل الاثنين مع بعض؟ في الحاله دي بنعمل هاي بريشر قوي وبنقلل التمبريتشر بس حاجه بسيطه زي الفل. تمام. وفي اللو تمبريتشر والزد اصغر من الوان بعمل ايه؟ بنقلل التمبريتشر قوي وبنعلي البريشر بس حاجه بسيطه زي الفل. تمام جدا. يبقى احنا دلوقتي يا باشمهندسين واحده واحده عايزين نخرج كده من المحاضره مذاكرين واحده واحده، ما ورناش حاجه. يبقى الايديال جاز ده صحراء، تمام، بوينت ماس نو اتراكشن فورس، الريال جاز ده اوضه، ايه الاوضه؟ يبقى نوت بوينت ماس في اتراكشن فورس. طب عشان اخلي الصحراء دي اوضه احنا بنشبه بس الجزيئات موجوده فين، ايه الفوليوم. يعني ايه بوينت ماس يا دكتور عايز؟ يعني نقطه ملهاش حجم. دكتور هو انا عايز سؤال ثانيه واحده محمد. طيب نكمل دلوقتي، قلت عشان احول من ايديال لريال بعمل هاي بريشر وبعمل لو تمبريتشر. طب ازاي اعرف الجهاز بتاعي ده هو ايديال ولا ريال؟ عن طريق حساب حاجه اسمها الزد. ايه هي الزد؟ الزد دي اللي هي الكومبريسيبيليتي فاكتور. طب الزد ده ايكوال ايه؟ بي في على ان ار تي. طيب لو ايديال جاز يعني بي في بتساوي ان ار تي يعني الزد ب1. طب لو ريال جاز يبقى الزد نوت ايكوال 1. يبقى انا عندي احتمالين، يا اما الزد اكبر من ال1 يا اما الزد اصغر من ال1. اكبر من ال1 في حاله الهاي بريشر واصغر من ال1 في حاله اللو تمبريتشر. اتفضل يا باشمهندس اسال. هو لا بس يا دكتور حضرتك نديت عليا، يعني انا قلت محمد علاء فما ردتش ولا لا؟ لا تمام. انا عايز اسال سؤال، سؤال متاخر. هو انا لما اجي احول من ملي زئبق، من ملي زئبق لاتموسفير، ده مش موضوعنا دلوقتي يا باشمهندس. اتفضل بس ده مش موضوعنا، ده ممكن في اخر المحاضره. اتفضل اسال. خلاص مش اخر المحاضره، لا اسال خلاص. طالما انت 60 صح؟ اه تمام. طب لما اجي احول بقى من اتموسفير لباسكال، من اتموسفير لباسكال بتضرب في 101325. تمام شكرا دكتور. شكرا. طيب نكمل. يبقى احنا كده عرفنا ايه الفرق ما بين الايديال والريال، وعرفنا ايه هو الكومبريسيبيليتي فاكتور، وازاي اعرف الجاز بتاعتي ايديال جاز ولا ريال جاز. الباشمهندسين بقى اللي عمالين يقولوا لي ازاي الزد اكبر من ال1 في حاله الهاي بريشر وازاي الزد اصغر من ال1 في حاله اللو تمبريتشر. تعال نشوف. شايفين ايه دلوقتي يا باشمهندسين على البورد عندكم؟ يا البورد شايفين البروف لو زاد اكبر من 1. بروف تمام زي الفل. عايزين نثبت ان الزد اكبر من ال1 في حاله الهاي بريشر. تعال نشوف. حد يقدر يقول لي مين في التو كونتينر دول؟ انا عندي كونتينر اهو فيه جاز وعملت عليه هاي بريشر، بقى الكونتينر بالمنظر ده. حد يقدر يقول لي مين في دول هاي بريشر، مين في دول ايديال جاز ومين في دول ريال جاز؟ مين الايدر اللي على الشمال والريال اللي على اليمين؟ صح الايدر اللي على الشمال والريال اللي على اليمين، لان الايديال ده الصحراء. شايفين الكونتينر كبير ازاي؟ انما في الريال ده الاوضه. تمام ادي زودت البريشر فالفوليوم قل. طيب باشمهندسين في الايديال جاز قلنا الموليكولز تعتبر كبوينت ماس ولا نوت بوينت ماس؟ بوينت ماس. بوينت ماس. هتلاقوني راسمها نقطه صح؟ نقط. طيب في الريال جاز بوينت ماس ولا نوت بوينت ماس؟ نوت بوينت ماس. نوت بوينت ماس. شايفين النقطه دي بقى شكلها عامل ازاي في الاوضه؟ يعني احنا في الصحراء لو حد بيبص علينا هيلاقينا ايه؟ نقطه. انما لو احنا بنبص، لو واقفين في اوضه وحد بيبص علينا هيلاقينا لينا حجم ولا لا؟ يبقى لينا حجم. يبقى النقطه دي هي الدايره اللي انا عاملها في الريال، الاثنين زي بعض، بس دي بالنسبه للمكان اللي هي فيه نقطه، انما دي بالنسبه للمكان اللي هي فيه ليها حجم ولا لا؟ ليها حجم. طيب يبقى في الايديال جاز قلنا ايه؟ ان الموليكولز تعتبر كبوينت ماس، از كونسيدر از بوينت ماس، تعتبر كنقطه.
طب في الريال جاز المولكولز is not considered as point mass، ما تعتبرش كايه؟ ما تعتبرش كنقطة. طيب وبعدين ايه تعريف الفوليوم يا باشمهندسين؟ ايه هو حجم الغاز؟ فوليوم افيلابل فور موشن اوف جاز، صح؟ هو الفوليوم افيلابل فور موشن اوف جاز موليكولز، هو الحجم المتاح اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز. تمام، يبقى ايه هو الفوليوم؟ هو الفوليوم افيلابل فور موشن اوف جاز موليكولز، اللي هو الحجم المتاح اللي يقدر يتحرك فيه مين؟ اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز. طيب وبعدين دكتور، هو الحجم بيتحكم في البريشر ولا العكس، ولا مفيش حاجه تتحكم؟ البريشر هو اللي بيتحكم في الحجم. طب ليه بقى؟ ليه مش العكس؟ زودت البريشر قللت الحجم، يعني مش العكس. انت بتزود حجم تقلل بريشر؟ لا، هو انت عشان تزود الحجم بترفع البستون وتنزله، صح؟ صح ولا لا؟ يبقى انت غيرت الضغط الاول عشان الحجم يتغير. تمام، يعني بقى الضغط هو اللي بيأثر على البريشر. حاكم فيه يعني. الضغط هو اللي بيأثر على الفوليوم. على الفوليوم قصدي يعني. تمام. يبقى باشمهندسين، يبقى الفوليوم هو الفوليوم available for motion of gas molecules، الحجم المتاح اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز. عايزكم تركزوا معايا جدا في الحتة دي، لأن الحتة دي في ناس كتير ما بتفهمهاش. طيب نركز معايا. طيب باشمهندسين، الفوليوم ده هو الـ ideal definition of volume. يعني ايه ideal definition of volume؟ مش قصدي بيه ideal gas، خلي بالكم. الـ ideal definition of volume قصدي بيها التعريف المثالي للفوليوم. يعني ايه التعريف المثالي للفوليوم؟ يعني التعريف اللي يمشي على على جميع انواع الغاز، سواء الغاز ده كان ideal او real. يبقى تاني، يبقى ايه هو الـ ideal definition of volume؟ ideal definition دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها التعريف المثالي للفوليوم. يعني ايه التعريف المثالي للفوليوم؟ يعني التعريف اللي يمشي على جميع انواع الغاز، سواء كان ايديال او ريال. طب تعال نركز مع بعض. طيب باشمهندسين، الفي ايديال هنا التعريف المثالي للفوليوم، لو احنا واقفين في صحراء، انا واتنين كمان واقفين في صحراء، انا اقدر اتحرك فين يا باشمهندسين؟ يعني اقدر اتحرك فين؟ في كل مكان، كل حته. لان انتوا بالنسبه للصحراء ايه؟ بوينت ولا حاجه، بوينت مش موجودين، صح؟ يبقى الفوليوم في حاله الايديال جاز هو الفوليوم اوف كونتينر. يبقى الفوليوم في حاله الايديال جاز هو الفوليوم اوف كونتينر. في مشكله في الكلام ده؟ اهو، يبقى الفي ايديال ايكوال مين؟ الفي بتاعت الكونتينر. الايديال دي مش قصدي في ايديال دي اللي انا كاتبها دي، مش قصدي بيها ايديال جاز. امال قصدي بيها ايه؟ الايديال ديفينيشن اوف فوليوم ان كيس اوف ايديال جاز. في مشكله يا دكتور؟ ممكن حاجه ثاني؟ ثاني احنا قلنا ايه هو الفوليوم اللي بيسال؟ الفوليوم افيلبل، ايوه الفوليوم افيلبل فور موشن اوف جاز مولكول. تمام. طب باشمهندس، هو الحجم المتاح اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز، ده انا بسميه الـ ideal definition of volume. ideal دي مش قصدي بيها ideal gas، امال قصدي بيها ايه؟ التعريف المثالي. يعني ايه التعريف المثالي؟ يعني التعريف اللي يمشي على جميع انواع الغازات، سواء ideal او real. معايا يا باشمهندس؟ تمام. تمام، لو انا وانت واقفين في صحراء، انا اقدر اتحرك فين يا باشمهندس؟ في اي مكان في الصحراء. لان انت بالنسبه للصحراء ولا حاجه، يعني لو شلت حجمك بالنسبه للصحراء مش هتاثر، صح؟ مظبوط. يبقى الفي ايديال هو الفي بتاعه الكونتينر كلها، خلاص. تمام. يبقى هنا ايه التعريف المثالي للفوليوم؟ فين المكان اللي انا اقدر اتحرك فيه في الايديال جاز؟ في الفوليوم بتاع الكونتينر. يبقى الفي ايديال هنا هي الفي بتاعه الكونتينر. يبقى انا لما اجي اقول في ايديال مش قصدي بيها ايديال جاز، امال قصدي بيها ايه؟ قصدي بيها الـ ideal definition of volume in case of الـ ideal gas. فهمتها؟ تمام. طيب تعالوا بقى على الحتة التانية. لو أنا وأنت يا باشمهندس واقفين في أوضة، أنا أقدر أتحرك فين؟ شايفين الصورة التانية بتاعت الريال، أنا والباشمهندس واقفين في أوضة، أنا أقدر أتحرك فين؟
في اي مكان في مكان معين بعد اي مكان بعد المكان اللي وقعت فيه بالظبط في كل الاوضه ما عدا مكانه. ليه؟ لان انا لو شلت مكانه بالنسبه للاوضه لا هو هيأثر. صح صح ولا لا؟ صح 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 تمام زي الفل. يبقى هنا الريال جاز في الريال جاز الفوليوم هيبقى عباره عن مين؟ هو الفي بتاعت الكونتينر كلها ناقص مكانه. مكانه ده بسميه بي. بي ايه هو البي ده؟ البي ده بسميه هو الاكسكلودد فوليوم. يعني ايه اكسكلودد فوليوم بالعربي؟ يعني الحجم المستبعد. هو بالنسبه لي حجم مستبعد انا مش هينفع اتحرك فيه. يبقى حد يقدر يقول لي بقى الفي هنا الفوليوم بتاع الجاز هيساوي ايه؟ احنا هنا قلنا في الايديال الفوليوم بتاع الجاز هو الفوليوم بتاع الفي كونتينر ماينس الفي بي. صح تمام. يبقى هنا الحجم هو الفي بتاع الكونتينر في الريال ماينس مين؟ ماينس حجمه. حجمه ده اللي هو مين؟ الاكسكلودد فوليوم اللي هو البي. في مشكله؟ فاهمين حاجه؟ يبقى هنا الفي هو في ماينس بي. سيبوكم من كلمة ايديال وريال دي دلوقتي هشرحها لكم. طيب يبقى كلمة في ايديال هنا انا مش قصدي بيها ايديال جاز. امال قصدي بيها ايه يا باشمهندسين؟ قصدي بيها ايه؟ الايديال ديفينيشن اوف فوليوم ان كيس اوف الايديال جاز هو الفي بتاعت الكونتينر. طب واحد هيقول لي انت هنا كاتب لي في ايديال احنا هنهرج كاتب لي في ايديال وهو ريال برضو انا مش قصدي هنا ايديال جاز في حالة الريال. امال قصدي بيها ايه الفي ايديال اللي في حالة الريال دي؟ قصدي بيها الايديال ديفينيشن اوف فوليوم ان كيس اوف الريال جاز. يبقى انا لما تيجي اطبق هنا التعريف المثالي للفوليوم هلاقيه هو الفي بتاعه الكونتينر. طب لما اجي هنا اطبق التعريف المثالي للفوليوم هلاقيه الفي بتاعه الكونتينر ماينس الاكسكلودد فوليوم اللي هو البي. طب افرض الباشمهندس ده في منه 3 4 يبقى ماينس ان بي. وصلت؟ الاكسكلودد فوليوم ده اللي هو الحجم المستبعد يعني اللي هو اللي انا مش عارف اتحرك جواه. ايوه ان بي ده في حاله ان هو كلهم متساويين. ما هم ما احنا كلنا نفس الغاز. احنا كلنا موجودين نفس الغاز يبقى ان بي. مش هحط لك كذا غاز مع بعض هو غاز واحد اللي في الكونتينر. ماشي تمام. طيب واحد هيقول لي ايه بقى في ريال دي؟ انت يا جاي تلخبطنا. في ريال دي انا كاتب لك تحتيها هي الفي بتاعت مين؟ ممكن حضرتك تعيد الحته دي يا دكتور؟ اعيدها تاني. الفي ريال دي هي الفي بتاعت مين يا باشمهندسين؟ بتاعت الكونتينر. بتاعت الكونتينر. طب انا ليه كاتبها لك ريال؟ كاتبها لك ريال لان في الكتاب اللي احنا شغالين منه هي مكتوبه ريال. انا عايزك تبقى فاهم ان الريال دي مش مقصود بيها ريال جاز، مقصود بيها الحجم الحقيقي اللي انا شايفه اللي هو حجم مين؟ الكونتينر. يبقى ايديال وريال اللي انا كاتبهم تحت دول مش قصدي بيهم لا ايديال جاز ولا قصدي بيهم ريال جاز. طب قصدي ايه بالفي ايديال؟ الايديال دي قصدي بيها الايديال ديفينيشن اوف فوليوم in case of ideal gas. خلاص؟ انا مش فاهم بس ال NB دي اللي هي ايه؟ الريال دي قصدي بيها الفوليوم بتاع الكونتينر. طيب نعيد تاني الكلام ده. مين اللي بيسأل؟ لا ال NB بس. ماشي مين اللي بيسأل على ال NB؟ اسمك ايه؟ انا بس. انا يوسف. 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 مين في الكونتينر دول؟ ايه؟ انا برد على سؤال واحد مش عايز التاني يسال. ايوه انا اللي بس. يوسف مين في التو كونتينر دول ايديال جاز وريال جاز؟ اللي على اليمين ريال واللي على الشمال ايديال. تمام ليه؟ عشان اللي على الشمال ده وان ايديال عشان هو بوينت ماس و ليه بوينت حجم ماس؟ كبير يعني عشان إيه؟ الحجم كبير عشان الحجم كبير صح. فالجزيئات تعتبر بوينت ماس والبريشر قليل ودرجة الحرارة أكيد قليلة أكيد كبيرة. ما جبتش هنا سيرة درجة الحرارة. درجة حرارة. نتكلم على هاي. درجة حرارة في الاثنين دلوقتي واحدة. تمام. تمام. طيب. يوسف. يبقى ده ايديال جاز يبقى الجزيئات هنا تعتبر كإيه؟ كبوينت ماس. بوينت ماس. إنما في الناحية الثانية الجزيئات تعتبر كإيه؟ نوت بوينت ماس. نوت بوينت ماس. طب يوسف ايه هو الايديال ديفينيشن اوف فوليوم؟ يعني التعريف المثالي للفوليوم، يعني التعريف اللي يمشي على جميع انواع الغازات ايه هو؟ اللي هو حجم الكونتينر كله. لا
مالي. هو الحجم المتاح اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز. الحجم ده المتاح اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز. اقدر اطبق التعريف ده على الايديال واقدر اطبق التعريف ده على مين؟ على الريال. طب لو جيت طبقته على الايديال يا يوسف هيبقى حجم الكونتينر كله بالظبط. يبقى الفي هو الفي بتاعه الكونتينر كلها. ليه؟ لان انت بالصحراء في الصحراء ولا حاجه صح. بوينت ماس. طيب بوينت ماس يبقى الفي بتاعه الفي ايديال. مش قصدي بيها يا يوسف الفي ايديال اللي انا بينتها لك دلوقتي دي مش قصدي بيها ايديال جاز. امال قصدي بيها ايه يا يوسف؟ الحجم الحقيقي. حجم او المثالي. مثالي يعني. حجم المثالي يعني ايه الحجم المثالي؟ اللي بيتحرك فيه الغاز بالظبط اللي هو التعريف المثالي للفوليوم او الحجم الايديال ديفينيشن اوف فوليوم اللي هو الحجم اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز هو الفي بتاعه الكونتينر. طيب تمام. هنا يا يوسف لو انا وانت واقفين في اوضه انا اقدر اتحرك فين؟ في الاوضه في كل الاوضه يعني هخش جواك؟ لا ما عدا المكان اللي انا واقف فيه بالظبط. لان انت ليك مكان لان انت ليك حجم بالنسبه للاوضه دي ولا لا؟ علي. تمام يبقى انت هو اللي اقدر اتحرك في المكان كله اللي هو الفي بتاع الكونتينر ماينس مكانك. مكانك ده بسميه البي. ايه هو البي ده؟ هو الاكسكلودد فوليوم. مش انت بالنسبه لي حجمه مستبعد؟ انت مستبعد مش هقدر اتحرك فيه. صح. ايوه. طب لو في كذا واحد منك يا يوسف يبقى هقول ماينس ان بي. فهمت؟ ايوه فهمت. طيب انا مش عايزكوا بقى تعرفوا ان الايديال دي مش عايزك تتلخبط في كلمه ايديال. مش عايزك تتلخبط في كلمه ايديال. ايديال دي مش قصدي بيها ايديال جاز. قصدي بيها ايه؟ ده هنا في الشمال اللي هي في الايديال جاز قصدي بيها الايديال ديفينيشن اوف فوليوم. في حاله الايديال جاز هو الفي بتاع الكونتينر اقدر اتحرك فين؟ في المكان كله. طب الايديال ديفينيشن اوف فوليوم في حاله الريال جاز اقدر اتحرك فين؟ في المكان كله ماينس ان بي. طيب الفي ريال دي مش قصدي بيها ريال جاز قصدي بيها الكونتينر. فهمت يا يوسف؟ تمام شكرا يا دكتور. تمام شكرا. طيب القانون بتاعك بي في بتساوي ان ار تي صح؟ ده قانون الايديال جاز. اتفضل. كنت حضرتك بتقول ان الفي ريال ماينس ان بي بتقول الفي دي الفوليوم بتاع الكونتينر. طب ازاي والبريشر غير الفوليوم بتاعه؟ يعني هو غير ال يعني ما بقاش الفوليوم بتاع الكونتينر الاساسي بتاعنا اتغير وسوي. لا ما انا مش بتكلم يعني. على الفوليوم ما انا ما بتكلمش على الفوليوم ده انا بتكلم على الفوليوم الجديد. يعني ده فوليوم الكونتينر الجديد يعني جديد اللي هو بعد ما زودت الضغط. اوكي خلاص تمام. طيب باشمهندسين مش انتوا القانون بتاعكم بي في ايكوال ان ار تي ده قانون الايديال صح؟ هشيل ال V واكتب V minus N B. شايفين؟ شيل ال V واكتب V minus N B لان اهو يبقى شلت ال V وحطيت V minus N B. طيب اضرب ال B في القوس هتبقى ايه؟ V B minus N B B equal ال N R T. في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى ضربت ال B في القوس يبقى انا شلت ال V ideal وكتبت ايه؟ V minus N B. عوضت V minus N B. طيب وضربت ال B في القوس. لو قسمت المعادلة دي على N R T ايه اللي هيحصل؟ ده على N R T وده على N R T وده على N R T. باشمهندسين B V على N R T دي اللي هي مين؟ الزد. تمام. الزد. طب ولو شلت N B B على N R T هتفضل B B على R T وN R T على N R T تاني. بواحد جي على ان ار تي ده اللي هو الزد والان راحت مع الان كده جي على ار تي ايكوال. دكتور معلش مش سامع من حضرتك بس مش سامعين حاجه ممكن حته دي ثاني عشان ما سمعتش. الباشمهندسين نقفل المايك الاول عشان بس كانت واحده بتتكلم كان في مايك بيتكلم. نقفل المايكات بعد اذنكم يا باشمهندسين. تاني احنا قلنا البي في ايكوال ان ار تي صح؟ يبقى البي في الفي equal n minus n b b ضربت ال b في القوس يبقى انا شلت ال v وكتبت v الجديده اللي هي بتاعه الريال يبقى اللي هي ال v ideal في حاله الريال جاز عشان يبقى الكلام مظبوط. يبقى b v minus n b b equal n r t. قسمت المعادله على n r t b v على n r t دي اللي هي مين؟ اللي هي الزد minus n b b على n r t ده اللي هو مين؟
يبقى بي بي على ار تي ايكوال 1 يبقى الزد ايكوال 1 هودي ده الناحيه الثانيه يبقى 1 بلس. طالما الزد ايكوال 1 بلس فاليو ده معناه ان الزد اكبر من ال1 ولا الزد اصغر من ال1؟ اكبر من ال1. عرفتوا ليه ان الزد اكبر من ال1 في حاله الهاي بريشر؟ الباشوانسين بقى اللي كانوا عمالين يسالوني هو ازاي بزود بريشر. طيب البريشر اللي موجود ده انا اللي بعمله، انا اللي بزود البريشر، انا اللي بعمل هاي بريشر. نتيجه الهاي بريشر الفوليوم قل، نتيجه ان الفوليوم قل ظهر ترمي جديد اللي هو اسمه الاكسكلودد فوليوم، هو ده اللي عمل لي المشكله دي كلها. باشوانسين اللي كانوا بيسالوا على اللو تمبريتشر ازاي الزد قلت، وانا لسه ما اتكلمتش على اللو تمبريتشر، انا دلوقتي بتكلم على الهاي بريشر. فهمتوها يا باشوانسين ولا لا؟ اه تمام. بس عايز اسال عايز سؤال بس يلا اتفضل. اه هو هنا حضرتك قلت ان ال ان بي ال ان دي نمبر، تعتبر نمبر اوف مولز ولا نمبر اوف ايه؟ ولا ان عاديه اللي هي كذا؟ لا ان اللي هي نمبر اوف مولز، عددك، عدد المولات بتاعتك. عشان كده هنا في طيرتها مع اللي فوقيها. اه بس ده نمبر اوف مولز والتاني ده نمبر اوف جاز، يعني ازاي؟ لا ما هو البي ده هنعرف دلوقتي ان هو حجم المول بتاعك، يعني البي ده هو الفوليوم بتاع المول بتاعي انا. تمام، مش جاز تاني او مش جاز كله يعني؟ لا تمام. ممكن سؤال يا دكتور؟ اتفضل. هو دلوقتي في الاول سطر البي في ايكوال ان ار تي، انا شلت الفي اللي هي المفروض بتاعت ده القانون بتاع الايديال اصلا، ايديال جاز. اه انا شلت الفي وحطيت الفي ايديال بالنسبه للريل جاز اللي هي في ماينس ان في. ازاي ازاي ده بالنسبه للقانون وده قانون؟ هو بي في ان ان ار تي دي يا باشمهندس مقصود بيها اللي هو المثالي، يعني تحت الظروف العاديه بي في بتساوي ان ار تي دي ايديال جاز. يعني ايه ايديال جاز؟ يعني الجاز المثالي. يعني ايه الجاز المثالي؟ يعني الجاز تحت الظروف العاديه. انا غيرت الظروف بناء عليه في ترم جديد ظهر شلته من الحسابات، يبقى انا لسه في رينج الجاز المثالي. فهمت دكتور؟ هو التمبريتشر مش ممكن تبقى نيجاتيف؟ لا تقدر. مين اللي بيسال السؤال ده كويس؟ مين اللي بيسال؟ حسين. قول لي حسين، ليه التمبريتشر مستحيل تبقى نيجاتيف؟ تمام، ليه مستحيل تبقى نيجاتيف؟ ليه هنا؟ لا لان انت الشغال يا حسين بالدجري كلفن، فانت اي لو حتى ماينس ماينس 30 هتجمع عليها 273 هتبقى بالبوست. والله يعني لو وصلت لصفر كلفن هتوصل للحاله اللي هو كنا خدناها في ثانوي اللي هي الانعدام دي، انعدام الماده. تمام. طيب تعالى بقى نخش على الحته بتاعت اللو تمبريتشر، عايزين نسبه ان الزد اصغر. اتفضل. في الخطوه اللي هي قسمنا على ان ار تي، الحته الاخيره اللي هي ان ار تي على ان ار تي ماينس ان ار تي دي ايه؟ مش فاهمها دي يا ابني. دي على، انا كاتب على؟ نقسم على ان ار تي. اسف معلش ما شفتش كويس. لا ولا يهمك. البي في بتساوي ان ار تي ده برضو بيتطبق على الغاز الريال جاز صح؟ انهي؟ هقول لك دلوقتي ازاي بنطبقه على الريال جاز. ما هو انا عشان اطبقه على الريال جاز لازم احط الفاكتورز الجديده اللي ظهرت نتيجه الهاي بريشر واللو تمبريتشر. يعني نتيجه الهاي بريشر ظهر ترم جديد اللي هو مين؟ في ايديال اللي هو البي اللي هو الاكسكلودد فوليوم البي سمول. البي سمول اللي هو البي سمول اللي هو حجم الذره اللي هو حجم بالظبط. دكتور هو هو البروف ده احنا المفروض حابب نشرحه تفهمنا ولا عشان فوق بقى عارفين نعمل ازاي وكده؟ لا بتتسال فيه في الامتحان عادي خالص. تمام. طيب باشمهندسين، بروف ان الزد اصغر من ال1 في حاله اللو تمبريتشر. تعال نركز، لما درجه الحراره تقل يا باشمهندسين الكاينتيك انرجي هيحصل لها ايه؟ هتقل. هتقل لما ايه؟ صح، لما درجه الحراره تقل الكاينتيك انرجي طاقه الحركه هتقل لان انا ببرد. طب في السرعه هتقل برضه. صح. طب لما السرعه تقل الاتراكشن فورس هيحصل لها ايه؟
يلا هتزيد تقل. مين اللي بيقول تقل؟ الاتراكشن. مين اللي بيقول اسمك ايه؟ لا خلاص خلاص انا يوسف خلاص. اسمك ايه؟ طيب يوسف. يوسف دلوقتي يا يوسف لما قلل درجة الحرارة تخيل دايما عشان ما تتلخبطش بتسخن مية. مش أيوة بسخن أيوة مية الجزيئات تفضل تتحرك بسرعة. ايوه فالاتراكشن يقل. ايوه فلما كينيتك انرجي تزيد السرعة هتزيد فالاتراكشن هيقل كأني بسخن يعني. بالظبط. طيب تمام. لما الاتراكشن فورس تزيد يا باشمهندسين حد يقدر يقول لي الضغط هيحصل له ايه؟ هيزيد لان فوليوم هيقل. هيقل يا دكتور عشان هو بيبعد عن الوول بتاعه الكونتينر. فوليوم هيقل يا دكتور لما هيزيد الضغط هيزيد. هيزيد الضغط هيقل. البريشر هيقل. الضغط هيحصل له ايه؟ هيقل. خلاص؟ هيقل. الضغط هيحصل له ايه؟ هيقل. ليه؟ هيقل على باشمهندسين هو ضغط الجاز. ضغط الجاز اللي بيتكلم ده ضغط الجاز جاي نتيجة ايه؟ الكوليجن مع الول اوف كونتينر. صح؟ تصادم جزيئات الجاز مع جدار الإناء. طيب شايفين الرسمة اللي انا رسمها دي؟ دلوقتي الموليكول راح يخبط يعمل ضغط. طيب افرض الاتراكشن فورس عليه عاليه. افرض ان الاتراكشن فورس عليه كبيره هيحصل له ايه؟ هتمنعه من ان هو يروح. بالظبط. في الجزء اللي ورا عمال يشده عمال يشده لورا فالضغط على الكونتينر هيحصل له ايه؟ هيقل. هيقل. تخيل ان انت دلوقتي قاعد على المكتب بتاعك في البيت وانت ساند على المكتب. ساند على المكتب. طيب انا ساند على المكتب ضغط ايدي جاي نتيجه ايه؟ تصادم ايدي مع المكتب. طب افرض في حد عمال يشدني لفوق. حد عمال يشدني لفوق في اتراكشن يبقى الضغط على المكتب هيحصل له ايه؟ وتردوا يبقى لما درجه الحراره تقل السرعه تقل. لما السرعه تقل الاتراكشن هيزيد. لما الاتراكشن يزيد البريشر هيقل. البريشر هيقل. في مشكله؟ معلش تاني يا دكتور تاني. تاني بس يا دكتور احنا كنا ناخد في ثانوي ان لما تقلل درجه الحراره الضغط يزيد. احنا ما خدناش كده. انت بتتكلم على حاجه تانية او انت بتتكلم يعني سيبك من الكلام اللي انت اخدته في ثانوي ده. ركز في اللي انا بقوله. خلاص تمام. يبقى لما درجه الحراره تقل السرعه هتقل. لما السرعة تقل الجزيئات هتقرب من بعضها فالاتراكشن فورس هيحصل له ايه؟ هيزيد. فالضغط هيحصل له ايه؟ هيقل. يبقى انا لما قلل درجة الحرارة طب سؤال يا دكتور معلش هو انا لما زودت الاتراكشن لما الاتراكشن زاد يبقى المفروض الحجم اقل تمام كده؟ باشمهندس انا قصدي الضغط على الكونتينر. انت دلوقتي لو حاطط الجاز لا ده لا انا فاهم حجم الجاز المتكون مع بعضه كده هيقل. لا فانا لو عوضت في القانون بتاع بي في بيساوي ان ار تي فهيديني ان الضغط هيزيد. يعني انا مش فاهم انا صح ولا غلط. انا بسال. لا غلط. طب ليه بقى؟ انت دلوقتي هو مش الجاز. الجاز يعني عايز اقولها لك ازاي. انت دلوقتي عندك كونتينر. كونتينر ده فيه جاز. خلاص انا دلوقتي بتكلم على البوينت بتاعت الضغط. هي مش الاتراكشن فورس هيفضل يشد بعضه هيخلي الكونتينر يقفل على بعضه. هيقلل حجم اللي الغاز شغله. يعني يا دكتور في فرق ما بين الضغط ما بين جزيئات الغاز والضغط ما بين جزيئات الغاز والكونتينر؟ طبعا. يعني باشمهندس انت عندك يعني الضغط ما بين الجزيئات هو اللي بيزيد. انا حاسس ان انا تايه صراحه. ايه اللي انت تايه من الاول ولا الحته دي؟ لا الحته دي بس انا مش فاهم ازاي لما الاتراكشن يزيد فالحجم اللي الغاز شغله في الكونتينر هيقل. طيب انا فاهم كده. حلو حلو. الحجم اللي الغاز شغله في الكونتينر هيقل صح؟ بالظبط. جزيئات هتقرب من بعضها فالضغط على الكونتينر هيحصل له ايه؟
هيقل بقى صح. هيقل ابو انا فاهم كده بس العاط في القانون اني في قانون بي في بيساوي ان ار تي. اصبر على الحته اللي جايه عشان تفهم. ما انا مش هقدر اعوض في القانون ده دلوقتي ليه؟ لان القانون ده ايديال. ما هو انا ليه ما ينفعش اعوض في القانون ده دلوقتي؟ لان القانون اللي انت بتتكلم عليه ده ايديال صح؟ للايديال بس للايديال جاز. انا عملت لوتن بريتشر فانا ما بقاش عندي ايديال جاز فمش هقدر اطبق قانون بي في ايكوال ان ار تي. ما ينطبقش على الحاله دي يعني. تمام بالظبط وصلت. تمام شكرا. معلش هو في سؤال اتسال كده قبل دون كان بيقول هو في فرق ما بين ضغط الغاز وضغط يعني ضغط بين الجزيئات. الباشمهندسه بتقول مش قصدها ضغط ما بين الجزيئات، قصدها ان ده بيشد لده فده بيضغط على ده، يعني الاثنين بيقربوا من بعض. طيب باشمهندس هي قالت في فرق ما بين الضغط. طب قولي سامي اسالي يا باشمهندس اتفضلي. طب قول انا. طيب اتفضل قول. هي كانت بتقول تقريبا هو في فرق ما بين الضغط اللي هو ما بين جزيئات الغاز والضغط ما بين جزيئات الغاز مع الجدار، صح ولا انا سمعت غلط؟ بص انت عندك ضغط. أيوة. الغاز عامه، ضغط الغاز عامه جاي نتيجه ايه يا باشمهندس؟ تصادم الغاز مع جدار الاناء. خلاص. التاني الباشمهندس قصدها ايه؟ ان انت في حاجه عماله تروح وحاجه تانية بتشدها لورا. بتشدها لورا ده مش ضغط، بتشدها لورا ده اتراكشن فورس. ده اللي انا فهمته من سؤال الباشمهندسه. يعني في حاجه بتروح وفي حاجه عكسها. بتروح ده بيضغط على الكونتينر، طب في حاجه بتشدها لورا يبقى ده اتراكشن بس بيقلل الضغط على الكونتينر. يعني ضغط اللي هو ضغط جزيئات الغاز مع الجدار بس. مع الجدار هو ده ضغط الغاز. لا تمام. طيب انا بحسب الضغط اللي هو ما بين جزيئات الغاز وبعضها. لا هو الضغط الغاز جاي نتيجه تصادم جزيئات الغاز مع جدار الاناء. باشوانسين معلش يا دكتور هو المايك عندي علق. مش تمام يعني ما فيش ضغط ما بين جزيئات الغاز وبعضها؟ لا انا بحسبك تقولي كانك ده اتراكشن ده بيشده. تمام يعني ضغط الغاز ده ما نتكش عنه ضغط يعني؟ لا لا هو اتراكشن فورس، هي فورس قوه. تمام. دكتور معلش عندي سؤال. اتفضل. انا مش فاهم ازاي لما التمبريتشر تقل الاتراكشن فورس هتزيد، يعني مش متخيلها كده في دماغي. طيب تخيل ان انت بتسخن ميه. تمام. جزيئاتها هيحصل لها ايه؟ هتتحرك ولا مش هتتحرك؟ لا هتتحرك عشان السرعه هتزيد. صح. هتكسر الاتراكشن فورس ولا لا؟ تخيل ان انت عمال تتحرك مع واحد، مش بتكسر الروابط اللي ما بينكو؟ الاتراكشن فورس ما بين الموليكيولز نفسها. هتتكسر. تمام. طيب افرض ان انت قللت درجه الحراره ورسيته وقعدته وكلكم قعدتوا جنب بعض، الاتراكشن فورس هتزيد ولا لا؟ هنبقى قريبين من بعض فالاتراكشن فورس هتزيد. مش انت عندك ايه الفرق ما بين الجاز والليكويد والسوليد؟ مش لو بردت الجاز هيتحول لليكويد ولو بردت الليكويد هيتحول لسوليد؟ مش الفرق الاتراكشن بس عماله تقل تقل. فهمت. بس تمام شكرا جدا. طيب. عندي سؤال غبي جدا الصراحه. اكشن فورس بس ما فهمتش البريشر. بقى البريشر ليه ديكريس؟ ليه البريشر ديكريس؟ تاني باشمهندس اسند كده بايديك على المكتب اللي انت قاعد عليه. تمام. اضغط عليه. ضغط ايدك جه نتيجه ايه يا باشمهندس؟ نتيجه الترابيزه بترد عليها. تصادم ايدك مع الترابيزه صح او مع المكتب صح؟ تخيل ان في حد بيشدك لفوق اتراكشن، في حاجه عماله تشدك، ضغط ايدك هيحصل له ايه على الكونتينر؟ هيقل. بس هو ده. بص على الرسمه، في جزيء راح يخبط في الكونتينر وفي واحد تاني بيشده لورا. يعني تخيل كده ان انت رايح تجري على حيطه تخبط فيها وفي حد عمال يشدك لورا. لو انت رايح براحتك مفيش اتراكشن عليك هتخبط، فضغطك هيبقى على الحيطه كبير، انما في حد بيشدك. خلاص يعني هو كده انفيرس اتراكشن فورس انفيرس مع البريشر. شكرا دكتور. دلوقتي احنا اثبتنا ان الزد اكبر من 1. تمام. بس انا مش فاهمه ايه علاقتها برده ان ده هاي بريشر، يعني ايه برده علاقه ده ان الزد مور ذان 1؟ مش انت عندك هاي بريشر؟
هاي بريشر ده ظهر عنده ترم جديد اللي هو مين؟ الزر البي اللي هو الاكسكلودد فوليوم. الاول بي ماشي تمام. نتيجه الاكسكلودد فوليوم ده لما جيت عوضت في الايكويشن الزد طلعت نوت ايكوال 1 تمام، يعني الزد طلعت اكبر من ال1 نتيجه ان في ترم جديد ظهر راح هناك بالبلس. تمام فهمتي؟ لا دكتور بعد اذنك. ايه اللي انت مش فاهماه دكتور؟ مش فاهمه برضو علاقه ثواني يا باشمهندس خلص سؤال مور ذان 1 يعني ايه برضو؟ انا مش مستوعبه يعني. مش احنا دلوقتي بنقول ان كيس اوف هاي بريشر ماشي الزد لازم تبقى اكبر من 1 تمام، احنا عوضنا بقوانين وعملنا وطلعت زد اكبر من 1، فين بقى اللي بيقول لي ان دي هاي بريشر؟ يعني انا مش فاهمه ايه علاقتها. باشمهندسه مش انا كان عندي الرسمه اللي ظاهره قدامك مش ده ايديال جاز؟ الشمال الرسمه الشمال مش دي ايديال جاز؟ عملت على الايديال جاز ده هاي بريشر ولا ما عملتش هاي بريشر؟ عملنا. لما عملت هاي بريشر لما عملت هاي بريشر الفوليوم حصل له ايه؟ كبر صغر. فالجزيئات بقت بوينت ماس ولا نوت بوينت ماس؟ نوت بوينت ماس صح؟ فظهر عندك الترم الجديد اللي هو الاكسكلودد فوليوم ولا لا؟ صح؟ تمام. يبقى نتيجة الهاي بريشر ظهر الاكسكلودد فوليوم. ظهور الاكسكلودد فوليوم لما جيت عوضت في المعادلة هو اللي خلى الزد أكبر من الون. عرفتي فين بقى الهاي بريشر اللي أنا عملته؟ أيوة أنا عملت هاي بريشر. تمام فهمت. وصلت؟ شكرا. تمام. طيب نكمل. باشمهندسين يبقى عايزين نسبة ان الزد اصغر من ال1 in case of low temperature. قلنا as the temperature decrease الvelocity decrease. طيب الattraction force increase فالpressure decrease. طيب يعني مين اكبر ال-B ideal ولا ال-B real؟ ال-B ideal اكبر من ال-B real. ليه؟ لان انا في ال... ده كان ال-ideal. الشرطة اللي انا عملتها لكم دي B ideal. لما قللت درجة الحرارة السرعة قلت الattraction force زادت فالضغط قل. يبقى ده البي ريال. يبقى دايما البي ايديال هيبقى اكبر من البي ريال في حاله ايه يا باشمهندسين؟ في حاله ايه؟ اللو تمبريتشر. في حاله اللو تمبريتشر. يبقى انا وانا بحل المساله لو البي ايديال طلعت اكبر من البي ريال يبقى انا كده عندي لو تمبريتشر. طب لو البي ايديال طلعت بتساوي البي ريال ده معناه ايه؟ جيت عوضت بقانون الايديال طلع بفاليو، وجيت عوضت بقانون الريال طلع تقريبا نفس الفاليو. ده ايه؟ ده معناه ان درجه الحراره اللي انا خليت عندها الغاز عشان احوله من ايديال لريال مش قادره تحوله لمين؟ لريال جاز. تمام. يبقى الطبيعي ان البي ايديال يبقى اكبر من البي ريال. طب البي ايديال اكبر من البي ريال في حاله مين؟ في حاله اللو تمبريتشر. حاله اللو تمبريتشر. طيب لو البي ايدل طلعت ايكوال البي ريال او ابروكسيميتلي ايكوال البي ريال ده معناه ايه؟ ده معناه ان درجه الحراره اللي عندها الغاز ده مش قادره تحول الغاز بتاعي من ايديال جاز لمين؟ ردوا ريال جاز. ريال. طب تعالوا نكمل. دكتور عايز اسال ثانيه واحده بعد ما اخلص الحته دي. البي ايديال قلنا اكبر من البي ريال صح؟ فاهمينها؟ لان احنا لما قللنا درجه الحراره الاتراكشن فورس زادت فالضغط قل، يعني لما حولت الجاز من ايديال لريال البريشر قلت. طب عشان اقول ان البي ايديال بتساوي البي ريال بلس فاليو ولا ماينس فاليو؟ بلس فاليو عشان تعوض الفرق. صح. يبقى البي ايديال اكبر ايكوال البي ريال بلس فاليو. ايه هي الفاليو دي؟ الفاليو دي اي ان سكوير على في سكوير. طب الفاليو دي جت منين؟ مش عليك، دي ليها اثبات مش عليك. يبقى البي ايديال ايكوال البي ريال بلس الاي ان سكوير على مين؟ على الفي سكوير. في مشكله في الكلام ده؟ طيب الاي دي ترم جه نتيجه الاتراكشن فورس. يبقى في الهاي بريشر في ترم جديد ظهر اللي هو مين؟ لما زودت الضغط الحجم قل
فظهر الاكسكلودد فوليوم الصحراء تحولت لاوضه فاحنا بقينا نود بوينت ماس فظهر الاكسكلودد فوليوم اللي هو البي. طيب هنا ظهر ترمي جديد لما درجه الحراره قلت الاتراكشن فورس زادت فخلى الضغط يقل فلازم احط الفاكتور اللي هو يعوض الكلام ده اللي هو الفاكتور بتاع مين بتاع الاتراكشن فورس. طب تعال نعوض في القانون بي في بتساوي ان ار تي فانا هشيل البريشر واكتب مكانها ايه بي بلس اي ان سكوير على في سكوير بي بلس اي ان سكوير على في سكوير في في ايكوال ان ار تي اضرب الفي في القوس يبقى بي في على ان ار ده يبقى بي في اي ان سكوير على في سكوير هتبقى اي ان على في ايكوال ان ار تي. لو جيت قسمت الكلام ده على ان ار تي ايه اللي هيحصل ده على ان ار تي وده على ان ار تي وده على ان ار تي اللي هيحصل ان بي في على ان ار تي دي اللي هي ايه يا باشمهندسين زد زد وهيفضل هنا ال n سكوير هتروح مع ال n السكوير هيروح مع ال n هيفضل a n على v r t equal 1 يبقى هودي يبقى z equal 1 plus ولا minus a n على v r t minus. يبقى z طلعت اصغر من ال 1 ولا لا يبقى الباشمهندس اللي كان بيسألني هو انا لما اقلل البريشر في التحت لما انا اقلل البريشر التمبريتشر تحت ما هو الزد هتزيد انا ما اقدرش اطبق القانون ده يا باشمهندس اللي هو بي في ايكوال ان ار تي وانا مقلل تمبريتشر ليه لان القانون ده بتاع الايديال انما انا لما انا قللت التمبريتشر الجاز يتحول من ايديال لمين لريال ليل ريال فهمتوا تمام مين الباشمهندس اللي سالني التمبريتشر تحت لو قلت يبقى الزد زادت فين فين انا يا دكتور انا انت مين انا محمد حسين فهمت يا محمد فهمت يبقى بي في ايكوال ان ار تي ده ما اقدرش اطبق القانون ده يا محمد لو انا مقلل مين التمبريتشر لان القانون ده بتاع الايديال انما انا لما اقلل التمبريتشر يبقى انا كده حولته لمين لريال جاز فهمت طب دكتور معلش هو الاي دي عباره عن ايه الاي دي فاكتور او فاليو معينه بتعوض الاتراكشن فورس اللي حصلت عشان تعوض نقص البريشر اللي حصل يعني هو هيداني في السؤال يقول لي ايه ايكوال هو هيديها لك في المساله لسه لسه هنشوف المساله طب اخر سؤال معلش هو الزد ممكن تطلع برقم نيجاتيف لا يعني هي من 0 ل 1 بالظبط يا اما اعلى من 1 دكتور هو عارف لما البيت الاخيره بتسايدل فاكل هو كده درجه الحراره انا مش سامع ولا كلمه دكتور انا في حاجه قول يا شنت دكتور هو امتى البي ريال بتبقى اكبر من البي ايديال ما عمرها ما تحصل دكتور بعد اذنك دكتور هو ايه العلاقة بين السرعه وال انا مش سامع حاجه دكتور دكتور بعد اذنك هو ايه اللي هي العلاقه بتاعت البي ايديال بتساوي البي ريال زائد اي ان سكوير على في سكوير ماشي انا عرفت ان الاي دي كونستنت ان سكوير على في سكوير دي اللي بتاعت ايه بس معلش الان دي نمبر اوف مولز في دي اللي هو الفوليوم جت منين مش عليك هي الفاليو دي حطيناها عشان نعوض النقص اللي حصل في البريشر دي ليها اثبات تاني خالص مش عليك انا بس عايز تعرف ان نتيجه الفاليو دي هي اللي حطيناها علشان نعوض النقص اللي حصل في البريشر الكلمة دي كلها كونست يعني انا بديها لك ممكن مش بس بقى اللي هي الاي والان والفي صح لا الان ليها فاليو والفي ليها فاليو والاي انا بديها لك دي خاصه بكل جاز يعني كل جاز ليه الاي بتاعته ان اللي هي نمبر اوف مولز والفي اللي هو الفوليوم دكتور عايز تنزل بروف معلش
طيب عايز بس احط في الدكتور مين اللي بيسأل؟ خلاص حاجة سؤال هو البريشر بتاع ماشي البريشر بتاع الايديال جاز بيبقى اكبر من البريشر بتاع الريل جاز ده في حالة اللو تمبريتشر بس ولا ده دايما؟ لا ده في حالة اللو تمبريتشر بس انما أيوة. لو ليه بقى؟ ليه؟ انما هو ايه اللي ليه؟ امال انا عمال اقول ايه من الصبح؟ لان احنا لما بنقلل درجه الحراره الاتراكشن فورس بتزيد لما الاتراكشن فورس تزيد البريشر بيحصل له ايه بيقل يبقى نتيجه ان انا قللت درجه الحراره البريشر قل يعني البي ايديال اكبر من البي ريل في حاله ان انا قللت درجه الحراره طب لو البي ايديال طلعت ابروكسيميتلي ايكوال البي ريل جيت طبقت قانون الايديال طلع بفاليو وجيت طلعت قانون الريال طلعت بفاليو ده معناه ايه ان درجه الحراره دي مش قادره تحول الجاز بتاعي من ايديال جاز لريال جاز اللي بيسال ليه تمام طيب هو الايه ده حرف كونستانت كده وخلاص ولا ليه اسم اسمه ايه ده اتراكشن فورس فاكتور ريليتد تو اتراكشن فورس حرف الايه لوحده اه طيب اسال انا بقى طب انت تساله من الصبح اسال انا بقى شويه ممكن بس نعيد بروف تاني بس بعد كده حضرتك تعيد بروف ايه اخر بروف ده ماله ممكن تعيد شرح تاني شرح كله من الاول اه معلش الحته دي انت كنت نايم ولا ايه لا والله شكلك نمت ورجعت لا والله طيب ماشي اسمك ايه احمد السيد ماشي يا احمد بص يا احمد تاني قلنا يا احمد لما الزد عايزين نثبت ان الزد ده اصغر من الوان في حاله اللو تمبريتشر خلاص معايا يا احمد ايوه لما قلل درجه الحراره يا احمد السرعه هيحصل لها ايه قول لي رد عليا لما قل درجه الحراره السرعه السرعه انت بتبص في الورق ليه فكر السرعه هتقل ولا طب ليه السرعه هتقل يا احمد مش انا كل لما سخن السرعه تزيد بتسخن ميه مش كل ما تسخن سرعه الجزيئات بتزيد يا احمد ايوه طب لما تبرد هتقل صح طيب السرعه هتقل تمام يا احمد طب بعد كده لما السرعه تقل الجزيئات مش هتقرب من بعضها يا احمد تمام يعني الاتراكشن هيحصل لها ايه لا انا قصدي اللي هو البروف الاخير اللي هو بعد البريشر اللي هو الاتراكشن فورس انكريز والبريشر ديكريز والكلام ده اللي هو الارقام بقى اللي هو كان تحت يعني بعد انزل حضرتك ممكن تنزل ايوه الحته دي نزل الحته دي طيب انت عرفت ان البي ايديال ليه بتساوي بي ريال بلس فاليو ايه عشان هو يعني ليه مش ماينس فاليو البي ايديال اكبر من البي ريال لما جدع فالاي ان سكوير على في سكوير اهي فحطينا ايه شلنا البي وحطينا بي بلس اي ان سكوير على في سكوير في في ايكوال ان ار تي معايا يا احمد تمام ضربت البي في القوس يبقى بي في بلس اي ان سكوير في سكوير راحت مع الفي اللي انا كتبها بالاحمر دي تبقى اي ان سكوير على في ايكوال ان ار تي تمام قسمت المعادله يا احمد على ال ان ار تي يبقى بي في على ان ار تي دي اللي هي مين الزد الزد طب والسكوير هتروح مع ال ان هيفضل اي ان على في ار تي ايكوال كام يا احمد 1 ماشي صح تمام. يبقى الزد ايكوال 1 ماينس فاليو تمام يبقى الزد اصغر من ال 1 تمام اسال انا بقى شويه شكرا يا احمد فين فرع عمر فرح عمر فين فرح عمر سامعيني ولا لا سامعينك يا دكتور الناس اللي بتروح تنام دي على فكره انا الاسماء اللي ما بتردش باخد اساميها عندي خلاص يبقى فرح عمر ودنا الناس دي ما ردتش على فكرة يا دكتور ممكن أعلق حاجة بس اتفضل هو لما بيكون النت ضعيف عند الشخص هو بيفتح المايك بس حضرتك مش بتسمعه لأنها حصلت معايا قبل كده حصلت معايا قبل كده أصلا
طب فين حنين؟ حنين حمادة. أيوة حنين حمادة. أيوة يا دكتور. مش موجودة؟ موجودة. دكتور أنا هو. طيب باشمهندسة قولي لي أيوة. إيه الفرق ما بين الأيديال جاز والريال جاز؟ الأيديال جاز بالمولكيول بتاعته considered as a point mass. تمام. وما فيش attraction force ما بين الجاز مولكيولز. والريال؟ الريال المولكيول considered isn't considered as a point mass. وفي attraction force between the gas molecules. زي الفل. حازم حافظ. حازم. أنا معك تلوز. قول لي حازم إزاي أحول الجاز من ideal gas لريال جاز؟ أرفع الضغط أعمل high pressure وأقل درجة حرارة. تمام يا حازم. طيب فين هدى هشام؟ أيوة مع حضرتك يا دكتور. هدى ايه الفاليو اللي بتقول لك الجاز ده ايديال ولا ريال؟ حضرتك سامعني؟ اه سامعك. ايه الفاليو اللي بتقول لك الجاز ده ايديال ولا ريال؟ الزد. ايه هي الزد دي اسمها ايه؟ اسمها مش عارفه بالانجليش، ممكن اقول بالعربي؟ قوليها بالعربي. معامل الانضغاط. تمام، اللي هي الكومبرسيبيلتي فاكتور، معامل الانضغاط. طب الزد دي ايكوال ايه؟ لا الزد الزد الايكوال بي في على ان ار تي، بي في على ان ار تي زي الفل. كملي. لو الزد ب 1 فده هيكون ايديال جاز، لو هي مش ب 1 فده هيكون ريال جاز. طيب لو ده مش ب 1 يبقى يا اما اكبر يا اما اصغر. اكبر في حاله مين؟ في حاله الهاي بريشر. واصغر اللو تمبريتشر. زي الفل، في حاله اللو تمبريتشر. طب ازاي يا هدى وانا بقول ان انا بعمل الاثنين هاي بريشر ولو تمبريتشر مع بعض؟ على حسب الايفكت بتاعه هيكون اعلى. زي الفل. تمام، لو انا مزود البريشر قوي ومقلل التمبريتشر حاجه بسيطه يبقى انا مزود البريشر، فده معناه ان البريشر ده معناه ان الزد اكبر من ون. ماشي، شكرا. فين كريم عمرو؟ كريم عمرو ابراهيم. كريم عمرو ابراهيم. كريم عمرو ابراهيم. اسماعيل. اقول اسمه خماسي دكتور، بس ممكن اسال حاجه؟ انا مش كريم، ممكن اسال حاجه بس في لا استنى 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 محمود. ماشي، فين كريم عمرو ابراهيم اسماعيل؟ ماشي، ادي التالت. فين كريم مصطفى؟ ايوه يا دكتور. مين اللي بيرد دلوقتي؟ انا كريم مصطفى. كريم مصطفى، قول لي يا كريم، تقدر تثبت لي يا كريم ان الزد اكبر من الوان في حاله الهاي بريشر؟ اه بصش في ورق كده يا كريم، اشرح لي. انت الفوليوم بتاع الايديال ايكوال الفوليوم بتاع، بص انا هطلعها لك اهي وانت ايه اشرح لي عليها حته حته كده، يعني انا هنزل لك البورد سنه سنه وانت تقول لي. اشرح لهم كده كريم كانك بتشرح. عند الهاي تمبريتشر عند الهاي بريشر البريشر بيزيد، اما الفوليوم بيقل. تمام، اما المولكيول ما بيبقاش بوينت ماس. ما هنا الفوليوم بتاع الايدل ايكوال الفوليوم بتاع الريل ماينس الان بي، ان بي اللي هي الفوليوم بتاع الكونترول نفسه. تمام، والفوليوم بتاع الايدل ايكوال بي في ان ار تي. بدل الفوليوم بتاع بدل الفوليوم بقى هنعوض عليها في ماينس ان بي. طب الفي ايدل دي مقصود بيها ايه يا كريم؟ اللي هي الفي ايديال اللي انا كاتبها في الايديال والريال مقصود بيهم مين؟ الفي ايديال اللي هي بعد زود الضغط، واحنا هنفوت هنقلل الان بي عشان نعوض الضغط اللي زاد. ايه؟ هنقلل الان بي عشان نعوض الضغط اللي زاد. تمام، يعني الفي ايديال دي مقصود بيها ايديال جاز يا كريم، اللي هي في ايديال ايكوال في ريال جاز. مش ايديال جاز. والمقصود بيها ايه؟ وانا اللي فاهمه اللي هو مقصود بيها بعد ما زودنا الضغط ده هنشيل منه ان بي عشان نعوض الزياده. يعني مقصود بيها الايديال ديفينيشن اوف فوليوم في حاله الريال جاز. اه تمام، يبقى بي في ايكوال ان ار تي، شلت الفي وحطيت في ماينس ان بي، صح؟ تمام. اه تمام تمام زي الفل. وبعد كده نعمل ديفايد ان ار تي زي الفل، فالزد هتطلع اصغر من 1. في حد مش فاهم الاثبات ده يا باشمهندسين؟ اكبر من 1. اكبر من 1. في حد مش فاهم الاثبات ده؟
طب فين عبد الله؟ لا يا دكتور. طب فين كارمينا منير؟ فين هي؟ اسمها كارمينا منير صح؟ كارمينا منير موجودة؟ فين؟ ايوه دكتور. فين؟ عبد الله اهو. طيب عبد الله. ايوه اشرح لي عبد الله ان زد اصغر من الوان في ان كيس اوف لو تمبريتشر. لما بقلل درجة الحرارة اللي هي الكايناتيك انرجي بتقل والسرعة بتقل. تمام. فلما السرعة بتقل اللي هي التجاذب بين قوة التجاذب بتقل. تمام. بتزيد قصدي. بتقل بتزيد. تمام. بتزيد. لا بتزيد. تمام. فلما بتزيد الضغط بيقل. تمام. وبعدين فلما الضغط بيقل اللي هو البريشر بيبقى يعني الضغط الاناء بيبقى بيساوي الضغط اللي على الموليكولز زائد اللي هو البي ايديال ايكوال البي ريال بلس اي ان سكوير على في سكوير. وعوض في القانون اشيل البي واكتب في القانون فالزد تطلع في الاخر اصغر من الوان. تمام. طيب باشوانسين دلوقتي لو انا عندي هيفي موليكولز عندي جزيئات تقيله وعندي جزيئات خفيفه. جزيئات تقيله ماشي. عندي سؤال. اتفضل. هو ازاي البي ايدل اكبر من الريال؟ او مش المفروض العكس عشان اساس الريال بزود اصلا البريشر؟ لا يا باشمهندس انا بزود البريشر دي كيس وان انا اقلل التمبريتشر دي كيس تانية. تمام. مش انا قلت يا اما بقلل التمبريتشر قوي وازود البريشر حاجه بسيطه فتاثير البريشر هو التمبريتشر هو اللي هيزيد. تمام. تمام. يعني انا يعني لما اقلل التمبريتشر قوي فالبريشر كده هتزيد حاجه بسيطه قوي. هيقل البريشر. هيقل. هيقل البريشر لما مع التمبريتشر لما تقل البريشر لما امال انا بقول ايه من الصبح. تمام. لما التمبريتشر يقل البريشر هيقل. تمام. دكتور معلش باشوانسين ما تربطوش ما بين التو كيسز دي كيس ودي كيس تانية لان دي تحت كونديشن ودي تحت كونديشن تانية. دكتور اتفضل. وحضرتك نزلتني بس انا من شوية بس اضطريت اعمل حاجة فلو حضرتك نزلتني انا ما كنتش موجود يعني معلش. انت مين؟ عبد الرحمن اسامة. بس عايز اعرف حضرتك نزلتني ولا لا. رحت فين عبد الرحمن؟ حصل بس ظرف خرجت من ال... يعني من الميتنج فرجعت تاني غصب عني يعني. لا ما نتتلكش عبد الرحمن. ماشي ماشي. طيب باشوانسين طب تعالى بقى عبد الرحمن اسالك. ماشي يا دكتور عبد الرحمن. ماشي يا دكتور معايا. انت 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 سمعت الشرح اللي فات كله صح ولا في حاجه تاهت؟ هو في بقى برضو يعني حاجات وقعت مني بس مجمع شويه يعني. طيب لو انت عندك جزيئات تقيلة وجزيئات خفيفة عبد الرحمن مين الجزيئات اللي يحصل فيها ديفيجن أسرع؟ يعني مين الجزيئات اللي تتحول من ايديال لريال أسرع؟ الخفيف. ليه؟ عشان أكيد هيبقى عندها كينيتك انرجي أسرع. تمام. لو عندها كينيتك انرجي أسرع إيه اللي هيحصل؟ جدع هيحصل attraction force. attraction force أكبر ولا أقل؟ لما تكون كاينتيك انرجي بتاعتها عاليه. لا لا اقل اقل اتراكشن فورس اقل. صح. تمام. يبقى العكس عبد الرحمن انت جاوبت على السؤال بس جاوبت العكس. يبقى انا الهيفي موليكولز الهيفي موليكولز ديفييت مور رابيدلي زان اللايت. ليه؟ لان سرعه الهيفي ايه عبد الرحمن قليله. لما سرعة الهيفي تكون قليلة الاتراكشن فورس هتكون ايه؟ ازيد. ازيد فالبريشر هيكون ايه؟ اعلى. الاتراكشن فورس عالية. فالبريشر هيكون اقل مش احنا لسه شرحينها؟
سوري اوكي صح. طيب يبقى كده طالما البريشر قل يبقى انا حولت الجاز من ايديال لريال زيها زي اللو تمبريتشر. اوكي فهمت فهمتوا يا باشمهندسين الهيفي؟ تمام باشمهندسين الباقيين فهمتوا الهيفي؟ تمام دكتور معلش هو البريشر البريشر اللي مكتوب جنبيها ايديال دي ان كيس اوف ايديال جاز صح؟ يعني مش زي ال مش زي لا لا ان كيس اوف ايديال جاز. تمام شكرا. طيب باشمهندسين معلش يا دكتور ثانيه واحده ايه هي الكونديشنز والريزون اللي بتخلي الجاز ديفييت فروم ايديالتي؟ يعني ايه ديفييت فروم ايديالتي؟ يعني يتحول من ايديال جاز لريال جاز. ايه هي الكونديشن والريزون؟ ايه هي الكونديشن؟ هاي بريشر ايه هي الريزونز السبب في الهاي بريشر؟ كان في سبب جديد ظهر هو اللي خلى ان الزد تبقى اكبر من الون. ايه هو الفوليوم هو مين الاكسكلود فوليوم اوف نيكر في كونتينر ماينس ان بي اللي هو الاكسكلودد فوليوم. يبقى السبب هو الاكسكلودد فوليوم. طيب في حاله اللو تمبريتشر كان في ترم جديد ظهر كان هو السبب ان الزد تبقى اصغر من الون. ايه ان سكوير على اللي هو الاتراكشن زي الفل زي الفل كده انتوا زي الفل. يبقى الكونديشن هاي بريشر ولو تمبريتشر. الريزون في حاله الهاي بريشر الريزون اكسكلودد فوليوم, في حاله اللو تمبريتشر الريزون اتراكشن فورس. طيب يبقى قانون الايديال جاز بي في ايكوال ان ار تي. طب قانون الريال جاز اللي هو بنسميها معادله فاندر فال, هو احنا قلنا لما باجي بعمل عشان احول الجاز من ايديال جاز لريال جاز بعمل ايه, هاي بريشر ولو تمبريتشر ولا بعمل الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. فجي فاندر فال طبق الاثنين مع بعض. جي فاندر فال طبق الاثنين مع بعض عمل ايه؟ قال لك هشيل البي واحط بي بلس اي ان سكوير على في سكوير واشيل الفي واحط في ماينس ان بي ايكوال ان ار تي. بقت معادله الايديال جاز بي في ايكوال ان ار تي, وبقت معادله الريال جاز بي بلس اي ان سكوير على في سكوير في في ماينس ان بي ايكوال الان ار تي. طب المعادلتين اللي فاتوا لا ما هو المعادلتين اللي فاتوا اشتغلنا على الكيس دي لوحدها والكيس دي لوحدها, بس لما اجي اطبق على الريال ما ينفعش اطبق ده لوحده وده لوحده, لان انا لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل الاثنين مع بعض هاي بريشر ولو تمبريتشر, بس بيبقى تاثير واحد اعلى من الثاني على الايكويشن. يعني ممكن تاثير الفي ماينس ان بي, هسالكوا سؤال, تاثير الفي ماينس ان بي هيبقى اكبر لما اعمل ايه؟ ازود النمبر ازود البريشر ازود البريشر. طب تاثير البي بلس اي ان سكوير على في سكوير هيبقى اكبر لما اعمل ايه؟ لما اقلل التمبريتشر. لان الجزء ده ظهر لما قللت التمبريتشر زي الفل كده زي الفل. تمام. طيب عايز اسال دكتور حسن تهت بعض الاسئله اللي بعدها في بس ملخص من بابنا حضرتك سألتنا وقلتنا. طيب حسن هقول لكم ملخص اللي انا قلته تاني بس بعد ما نخلص المحاضرة, احنا قربنا نخلص ان شاء الله. دكتور انا في سؤال معلش. طب مش عايز اسئلة, نقطع الاسئلة لحد الاخر. باشمهندسين دلوقتي لو انا عندي كونتينر او انا مثلا واحد واقفين في اوضة, انا ما اقدرش اتحرك فين يا باشمهندسين؟ في المكان اللي واقف فيه. في المكان اللي انا واقف فيه صح, ده اللي انا قلته, بس دي فيها حاجه غلط. ليه؟ ركزوا بقى معايا, انا فعلا انا شرحت كده بس عايزين بقى نفهم اكتر. شايفين الرسمه اللي انا راسمها دي اللي هي الدايرتين اللي بالبنفسجي دول؟ شايفينهم. انا انتوا كنتوا كلكم متوقعين, تخيل ان الصفحه اللي قدامك دي بيضه, فانتوا كلكم متوقعين ان انا اقدر اتحرك في المكان كله ما عدا الدايره البنفسجي الثانيه صح؟ صح ولا لا؟ صح تمام. ما عدا لو بدلوا مع بعض, حتى لو بدلوا مع بعض يعني ايا كان. شايفين الدايره اللي معموله حوالين الثاني ده الحمراء؟ طيب لا انا ما اقدرش اتحرك في المكان كله ناقص مكانه. ليه؟ هو بيعمل حواليه مجال, بيعمل حواليه مجال.
المجال ده حسبناه اكسبيرمنتال واتحسب ثيوريتيكال بس برضو مش عليك. المجال ده حسبناه طلع 4 مرات حجمه. دكتور معلش اسف على المقاطعه حضرتك. ثانيه واحده. المجال ده حسبناه طلع 4 مرات حجمه. طلع قد ايه؟ 4 مرات حجمه. يعني ايه؟ شايفين انا كاتب على اللي هو السهم اللي ما بين البنفسجي والبنفسجي ده غلط. لا انا ما اقدرش اوصل للمكان ده. انا اخري فين؟ المجال بتاعه. المجال بتاعه الدايره اللي حواليه بالظبط. هشبهها لكم بتشبيه بسيط جدا. لما بتيجي تقرب تو ماجنتس من بعض مغناطيس مش بتيجي عند منطقه معينه ويبعد. هي نفس الشكل كده او نفس الـ يعني الكونسبت. يبقى البي ما بقتش حجم المول. ما بقتش حجمه. امال ايه الاكسكلودد فوليوم؟ هو 4 مرات حجمه. وصلت؟ تمام. يبقى الاكسكلودد فوليوم انا كنت شرحت لكم في الاول عشان ابسط عليكم. الاكسكلودد فوليوم هو حجم المول بتاعه. لا هو بيعمل حواليه مجال. المجال ده انا ما اقدرش اقرب منه. تمام. كان واحد واقف كده وعامل حواليه دايره ما تعديش الدايره دي. طب الدايره دي قد ايه؟ 4 مرات حجمه. يبقى الاكسكلودد فوليوم هي بي ايكوال 4 في بتاعه المول. يبقى هي مش في بتاعه المول, هي 4 في بتاعه المول. طيب تعال نطلع منها كل الجزء تاني. لكل الجازز تعال نطلع منها قانون تاني. مش المول جواه افوجادروز نمبر من المولكيولز عدد افوجادرو. يبقى انا اقدر اشيل المول واكتب افوجادروز نمبر من المولكيولز ولا لا؟ صح صح. طيب دكتور مش المول ده ثانيه واحده مش المولكيولز ده على شكل سفير؟ صح. ما انا اقدر اشيل حجم السفير. سفير كوره. يبقى اقدر اشيل حجم السفير واحط 4/3 باي ار كيوب ولا لا؟ اللي هو حجم الكوره. يبقى هما الثلاث قوانين زي بعض. ثلاث قوانين زي بعض. يبقى البي هو مش حجم المول. امال البي هو ايه؟ ايكوال 4 في افوجادرو في حجم المول. هو ليه 4؟ اشمعنى ال 4؟ هو الكلام ده احنا حسبناه ثيوريتيكال واكسبيرمنتال. ليه مش عليه؟ اثبات كبير جدا. الموليكيول يعني 4 دي بالمجال. تمام. طيب دكتور بعد اذن حضرتك, حجم حضرتك اقدر اشيله واحط افوجادرو حجم الموليكيولز. حجم الموليكيولز اقدر اشيله واحط 4/3 باي ار كيوب. اتفضل يا باشمهندس. حضرتك كنت قايل ان in case of heavy molecule the gas is distributed rapidly. تمام. طب ازاي واحنا كان تحتيها كاتبين ان ال velocity of heavy molecule قلتش distributed قلت deviate. طب deviate يعني يتحول من ideal لفيد. طب ايه السبب؟ لان ال heavy جزيئاته قليلة, السرعة قليلة. تمام. طب السرعة تقل ال attraction. لما سرعة تقل ال attraction هيزيد. فالبريشر البريشر هيقل زيها زي اللوتن بريتش. اوكي تمام. الموليكيول على شكل سفير. مين الباشمهندس اللي قال لي ان انا تهت؟ الدكتور معلش النت عندي فصل من بدايه شرحك للبي. معلش ممكن حضرتك تاني تديت ثانيه واحده. مين اللي قال لي انا تهت؟ ايوه انا بعد الاسئله. انت تهت صح؟ كنت تهت في الحته اللي بعد الاسئله. طيب انت هتسمعني بقى المحاضره كلها. اوكي. اسمك ايه؟ مايكل. مايكل ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز يا مايكل؟ الايديال كونسيدر از ا بوينت. تمام. وما فيش اتراكشن. نوت كونسيدر از ا بوينت وفي اتراكشن. طب شبهنا الايديال بايه يا مايكل؟ الصحراء. والريال اوضه. طيب ازاي تحول الجاز من ايديال جاز لريال جاز يا مايكل؟
قال التمبريتشر او لو تمبريتشر هاي بريشر ولو تمبريتشر. ايه الفاكتور اللي بتقول لي الجاز ده ايديال ولا ريال يا مايكل؟ تاني معلش الفاكتور ايه الفاكتور اللي بتقول لي الجاز ده ايديال ولا ريال؟ مش فاكر اعرف اعرف منين الجاز ده ايديال ولا ريال عن طريق حساب مين؟ الزد. تمام. الزد دي ايكوال ايه يا مايكل؟ بي في على ان ار تي. طب امتى يكون ايديال جاز؟ ايديال لو الزد ايكوال 1. طب امتى يكون ريال؟ لو الزد اكبر او اصغر من الواحد يعني نوت ايكوال 1. طب امتى يكون اكبر من ال 1؟ هاي بريشر. وامتى يكون اصغر من ال 1؟ لو تمبريتشر. طيب ممكن تعال مايكل دلوقتي فين أيوة. الايديال جاز وفين الريال جاز في الاثنين دول؟ الايديال اللي على الشمال والريال اللي على اليمين. في اللي على الشمال في الايديال بوينت ماس ولا نوت بوينت ماس؟ بوينت ماس. وهنا هنا نوت بوينت ماس. يبقى الفوليوم في حاله الايديال هيساوي ايه يا مايكل؟ الفي ايديال في حاله الايديال جاز هتساوي مين؟ الكونتينر الفوليوم. والفي ايديال في حاله الريال جاز هتساوي مين يا مايكل؟ الفي ماينس ال هو ممكن الفي الكونتينر الجديد يعني ماينس البي. بس ايه هي البي يا مايكل؟ المكان اللي هو فيه او اللي هو الفوليوم بتاع المكان. ما هو اللي هي الاكسكلودد فوليوم. تمام الاكسكلودد فوليوم. وبعد كده الحساب عادي هعوض عن الفي في ماينس ان بي واضرب والزد هتطلع اكبر من ال1. طب في اللو تمبريتشر يا مايكل كل ما التمبريتشر تقل ايه اللي بيحصل؟ كل ما التمبريتشر تقل البريشر على الكونتينر وولز بتقل. ليه بتقل؟ علشان الاتراكشن فورس بتزيد ما بينهم علشان الكينيتك انرجي بتقل فالفلوس بتقل. جدع يا مايكل. طيب يبقى ده معناه ان البي ايديال اكبر ولا البي ريال يا مايكل؟ البي ايديال اكبر. طيب عشان يبقى البي ايديال اكبر من البي ريال في حاله ايه يا مايكل؟ البي ايديال تبقى في يعني التمبريتشر مش قليله يعني لما التمبريتشر قليله. طب لو البي ايديال طلعت بتساوي البي ريال يا مايكل ده معناه ايه؟ لو البي ايديال ايكوال البي ريال يبقى كده التمبريتشر ما قدرتش ان هي تقلل ال ما قدرتش تقلل البريشر يعني الكينيتك ما قلتش جدع يا مايكل. طيب مين يا مايكل اللي ديفييت مور رابيدلي الهيفي ولا اللايت؟ اللايت هو اللي بيديفييت اكتر ولا الهيفي؟ يعني مين اللي يتحول من ايديال لريال جاز اسرع الهيفي ولا اللايت؟ طب ما هي الحته دي اللي شرحها معلش دي الهيفي الهيفي يا مايكل. ليه الهيفي؟ لان السرعه فيه ايه؟ السرعه فيه قليله. السرعه بتبقى قليله فالاتراكشن فورس عاليه فالبريشر قل زيها زي اللو تمبريتشر. طيب مايكل انت عايز ايه تاني؟ هو اللي هي لو ملخص بس من بعد الهيفي والكلام ده. انت سمعت المحاضرة مايكل انت سمعت المحاضرة انت عايز ايه تاني؟ يعني اللي بعد بعد الهيفي دي الحتة اللي تحتيها. طيب يعني زي الفل يعني انا في سؤال جاوبت سألته لك انت ما جاوبتهوش تاني. جدع معلش هي اللو تمبريتشر اللي معمول عليها اكس دي معمول عليها اكس دي ده عشان يعني التمبريتشر ما قدرتش تحوله. زي الفل. طيب مايكل كل ما الجزيئات تتقل
كل ما السرعه تقل. لما السرعه تقل الاتراكشن فورس هيحصل لها ايه يا مايكل؟ كل ما السرعه تقل الاتراكشن فورس بتزيد فالبريشر هيقل. طالما البريشر قل يبقى الجاز اتحول من ايديال جاز لريال جاز صح؟ طب ايه الكونديشن والريزون اللي بتخلي الجاز يتحول من ايديال جاز لريال جاز؟ الكونديشن هاي بريشر لو تمبريتشر، الريزون اكسكلودد فوليوم واتراكشن فورس، لان في الهاي بريشر ظهر ترم جديد اللي هو الاكسكلودد فوليوم، وفي اللو تمبريتشر ظهر ترم جديد اللي هو مين؟ الاتراكشن فورس صح؟ طيب يبقى قانون الايديال جاز بي في بتساوي ان ار تي. طب قانون الريال جاز شلت البي وحطيت بي بلس ان سكوير على في سكوير، وشلت الفي وحطيت في ماينس ان بي ايكوال ان ار تي. طيب الباشمهندس اللي كان بيستني الحته بتاعه البي، الحته بتاعه البي بي ايكوال 4 في بتاعه المول، بي ايكوال 4 في بتاعه المول. طيب انا دلوقتي قلت لما اجي اتحرك في مكان، لما اجي اتحرك في مكان فين الباشمهندس اللي سالني اللي قال لي ان انا النت فصل؟ ايوه مع حضرتك باشمهندس. ايه هو الاكسكلودد فوليوم؟ لو انا وانت قاعدين في اوضه ايه الحجم المستبعد بالنسبه لي اللي انا واقف فيه او المش هقدر اتحرك فيه؟ صح اللي انت واقف فيه. تمام. طب انا قلت لهم ان انا فعلا قلت لكم كده، بس الكلام ده انا كنت قايله لك عشان ابسط عليك. لا هو مش اللي انت مش اللي انت واقف فيه، انت بتبقى عامل حواليك مجال، المجال ده اربع مرات حجمك. المجال ده ايه؟ اربع مرات حجمك. شايف اللي انا عامله بالاحمر ده؟ شايف كانك انت البنفسجي اللي هو واقف جوه الاحمر. انا ما اقدرش اوصل للبنفسجي، ما اقدرش اوصل لك. امال اوصل لمين؟ انت عامل حواليك مجال، المجال ده اربع مرات حجمك، يعني انا اخري الدايره الحمراء، ما اقدرش اوصل لك جوه. فهمت دكتور؟ ممكن سؤال بخصوص ديت؟ انا يا باشمهندس لسه بكمل سؤاله. ماشي فهمت يا باشمهندس؟ فهم حضرتك. طيب حجم المول، مش المول ده جواه موليكولز جزيئات؟ افوجادروز نمبر، فانا شلت حجم المول كتبت افوجادرو في حجم الموليكولز. طيب دلوقتي مش انت عندك الموليكولز دي، الموليكولز دي على شكل سفير كوره، فانا اقدر اشيل حجم الكوره واحط 4 على 3 باي ار كيوب. فهمت؟ فهمت. تمام. طيب نبتدي نحل المسائل عشان نخلص. كان في حد بيسال؟ ايوه هو... دكتور ممكن سؤال معلش؟ مش احنا قلنا ان احنا هنشيل حجم المجال اللي حوالين الذره الثانيه او المولكيول الثاني؟ اربعه. طب ماشي، اللي بتتحرك ذات نفسها مش ليها مجال هي كمان؟ ليها مجال. ماشي انا قصدي انا بمجالي ما اقدرش اوصل، انا بالمجال بتاعي ما اقدرش اوصل لاربعه في بتاعه المول. مش قصدنا على الذره اللي جوه، الذره مجالها. تمام. طيب دكتور معلش ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. هو في الحته اللي هي حضرتك كاتب ايديال جاز اللي هو بي في ايكوال ان ار تي وتحتها ريال جاز وبعدين حاطين رول، هو ازاي انا حطيت الاثنين في الرول الواحده؟ يعني مش في واحده لما لما زود البريشر؟ مش انا قلت انا بعمل الاثنين مع بعض، هاي بريشر ولو تمبريتشر، بس تاثير واحده بيبقى اعلى من الثانيه. تمام. دكتور هو احنا خلصنا؟ انا هشرح بس ثلاث مسائل وهشرح جزء صغير جدا وخلاص. احنا بادئين المحاضره عشان المشكله اللي حصلت دي نص ساعه متاخر. ماشي تمام يا غفر. عايزيني امشي بسرعه، امشي لكم بسرعه، بس يعني اظن ان الناس اصلا بتخرج من المحاضره المفروض ان هي مذاكره. تهيألي يعني. صح يا دكتور، ربنا يكرمك بصراحه. يعني انت لو قعدت كده مع نفسك، لو قعدت مع نفسك انا نفسي اشرح لكم بايدي بس انا مش عارف ايه المشكله. مش مشكله يا يعني دكتور، انا متضايق اللي انا بعمله كده. فاهمين بس يعني انا بطول معاكم، بطول معاكم شويه بحيث ان انت لو قعدت في البيت. دكتور ربنا يكرمك بصراحه، شكرا جدا. فانا قاعد معاكم عشان ايه؟ انا لو عليا انا عندي شغل تاني، فانا عايز يعني ايه عشان لما تقعدوا في البيت يعني مش هبقى انا والاونلاين عليكم. يا ريت بجد تفكر كده بالظبط. فانا عايزكم تبقوا تقعدوا في البيت، انا بحاول اطول معاكم شويه بحيث ان انتوا تقعدوا في البيت يبقى الموضوع بالنسبه لكم سهل وكاني كنت موجود معاكم. ماشي تمام يا دكتور. يعني ان شاء الله نص ساعه بالظبط واخلص. اوكي طيب باشمهندسين
ادي ده ملخص القوانين بتاعنا اللي هو زد ايكوال بي في على ان ار تي، الزد ايكوال 1 في حاله الايديال جاز، الزد نوت ايكوال 1 في حاله الريال جاز، الزد اكبر من 1 في حاله الهاي بريشر، والزد اصغر من ال1 في حاله اللو تمبريتشر. الكونديشن بتاعتنا هاي بريشر لو تمبريتشر، الريزون في حاله الهاي بريشر اكسكلودد فوليوم، في حاله اللو تمبريتشر هتبقى اتراكشن فورس. طيب دلوقتي لما يقول لي طبق قانون الايديال جاز وطبق قانون الريال جاز، لما يقول لي طبق قانون الايديال جاز وطبق قانون الريال جاز، ادي قانون الايديال جاز بي في بتساوي ان ار تي، وادي قانون الريال جاز او معادله فان دير فال اللي هي بي بلس اي ان سكوير على في سكوير في في ماينس ان بي ايكوال الان ار تي. يبقى امتى استخدم، امتى استخدم الزد؟ لما يقول لي عن طريق حساب الزد قول لي هو ايديال ولا ريال، اروح قايل ان الزد ايكوال بي في على ان ار تي واحسب واشوف الفاليو هتطلع بكام، بناء عليه هعرف هو ايديال ولا ريال والكونديشن والريزون ايه. طب التاني بقى اللي هو ده امتى استخدمه؟ لما يقول لي في المساله استخدم مره قانون الايديال واستخدم مره قانون الريال واحسب لي الفاليوز اللي هتطلع عندك. طيب بعد كده قوانين البي، احنا خدنا ليها ثلاث قوانين، يا اما 4 في بتاعه المول، يا اما 4 في افوجادرو في حجم الموليكولز، يا اما 4 في افوجادرو في 4 على 3 باي ار كيوب. طب امتى استخدم القوانين دي؟ لما ما يكونش في جيفن في المساله خالص غير البي، هو مش مديني حاجه غير البي، مش مديني اي حاجه في المساله غير البي بس، يبقى انا هستخدم قانون من الثلاثه دول. يبقى لو مش مديني غير بي يبقى استخدم قانون من الثلاثه دول. طب استخدم انهي قانون؟ لو عايز حجم المول هستخدم القانون الاولاني، لو عايز حجم الموليكول هستخدم القانون الثاني، لو عايز الريدياس الار هستخدم القانون الثالث. تعالوا نبص على اول مساله. ثانية واحدة بس أنا معاكو، الأذان بس يخلص كده ونكمل. طيب مين يحل معايا المسألة دي؟ اللي بياكل تمام ماشي. مين اللي بيقول ماشي؟ محمود سيد. يلا محمود. اه فين محمود؟ في واحد اسمه في محمود ده، انا قلت له استنانا محمود. فين؟ قلت له استنى دكتور عنده سؤال. يا اليحوده. طب انا هختار دكتور بس حضرتك جاوبتها يعني في وسط الكلام، يعني كنت اسال في حاجه وحد سال في وسط الكلام واتقالت. اه طيب ماشي ماشي محمود، اسال انا بقى. فين فين مروه اشرف؟ مروة أشرف. دكتور مع حضرتك. يلا مروة حلي السؤال ده. تمام. اقري كده. دكتور السؤال ده أنا مش فاهمه. هكبرها لكم شوية. جت؟ اه تمام. اه تمام. هو محمود مش هيحل؟ خسارة. لا مروة. شايفة كده؟ شايفين؟ طيب هعمل لكم زوم على المسألة عشان اللي مش شايف يشوفها كويس. ممكن ادخل زوم ان من الموبايل بتاعه. خلاص انا مفيش مشكلة هعمل لكم اهي. مين بقى اللي يلا يا باشمهندسة مروة. دكتور هو انا النت فاصل عندي ربع ساعه يا عم على ابوك. طيب ابقى اسمع ريكورد المحاضره، لو في اي حاجه ابقى اسالني فيها في الكليه. ابوك يا اخي. مين الباشمهندس؟ لا لا ثانيه 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 واحده. مين الباشمهندس اللي قال حاجه ابوكو؟ مين؟ فرنسين احنا في محاضرة مش في الشارع. لو بتعتبر نفسك في الشارع انا هقفل المحاضرة دلوقتي.
وانت تحمد ربنا ان السكرين اللي كان بيتكلم عشان اعرف مين اللي بيتكلم ما كانتش ظاهره قدامي. احنا جايين نتعلم حتى لو بهزار. عايز تهزر مع زميلك هزر بعد المحاضره، والمفروض حتى الهزار يبقى في حدود الادب. اتفضلي يا باشمهندسه. اي دكتور، اتفضلي. طب لحظه، انا اعتذر جدا، اعتذر جدا من حضرتك. خلاص قفل، كان بس في محمود خالد ما كانش قفل وكان في لغوش. خلاص شكرا جدا، اعتذر. تمام. هو عايز كده دكتور. هو الباشمهندسه بتحل، بعد ما الباشمهندسه تحل اللي عنده سؤال. اتفضلي يا باشمهندسه. تمام. هو عايز كده البريشر بتاع اللي هو الـ O2. تمام. عايز البريشر باي 1 مول اوف O2. تمام. كونفايند تو ا فوليوم 1 لتر ات 127 ديجري سيلسيوس. عايز يحسب البريشر مره بالايديال جاز لو ومره بالفاندر فالو. وبعد قال لك كده مطلوب الثالث، قال لك كومبير ذا ريزلت، ومدي لك الاي ومدي لك البي. الباشمهندسين اللي كانوا بيسالوا هيدينا الاي ولا لا؟ اتفضلي يلا يا باشمهندسه، تعملي ايه؟ هي دي بصراحه كانت اول محاضره ليا، فانا مش فاكره كنا بنحل الحاجات اللي قبل كده ازاي. دي اول محاضره تحضريها ليه؟ ما كنتش بعرف افتح من النت. طب ده مش عذر. طب حاولي تدوري على الفيديوهات، او حد من الباشمهندسين يبعت لك الفيديوهات وتذاكريها. تمام حاضر. طب انت فهمتي المحاضره النهارده ولا لا؟ اه فهميها النهارده. فهمها كويس يعني؟ اه. طيب اختار حد تاني وركزي. تمام. يلا محمود، حظك. محمود سيد. محمود سيد. هيا يا دكتور معاك. يلا حل. هنكتب القانون اللي هو اللي فيه الحالتين، اللي هو بتاع البريشر واللي هو فيه الـ AN سكوير على في طيب. في سكوير. اه. هنكتب القانون. طيب. آه بصي يا مروة. اول حاجه هو مديني ايه؟ مديني النمبر اوف مولز، ومديني الفوليوم، ومديني التمبريتشر. ماشي يا مروه. عايز يحسب الكلام، عايز البريشر، عايز يحسب البريشر مره بالقانون الايديال ومره بقانون الريال. قلنا قانون الايديال ايه؟ قول يا محمود. الايديال اللي هو بي في بتساوي ان ار تي. تمام. البريشر انا عايزه الفوليوم 1، النمبر اوف مول ب 1 هو مداني في المساله. الار هتحطها بكام هنا محمود؟ ال R ثانية هو ال ثانية بفتح بتاع ايه بالمول واللتر يبقى بوينت رقم مش قدام، بس اللي هو مش فاكره والله الصراحة. مش اسمه الرقم من مش قدامك، ذاكر. او بوينت او اي 0.02. باشمهندسة مروة بص يا باشمهندسة، ال R ليها 2 values، يا إما 0.082 يا إما 8.314. يا ده يا ده. إمتى استخدم ال 0.082؟ لو ال pressure بالأتموسفير والفوليوم باللتر. خلاص؟ طب إمتى هنا عندك الفوليوم باللتر، يبقى تستخدمي ال R بكام؟ ب 0.082، فال pressure هيطلع بالأتموسفير. معايا؟ طب إمتى استخدم ال 8.314؟ لو البريشر بالباسكال والفوليوم بالمتر كيوب. خلاص؟ تمام. كمل يلا محمود. كده حسبنا البريشر بالايديال. طب احسبه بمعادلة فاندر فال او معادلة الريال جاز. ايه معادلة الريال جاز؟ اللي هو البي في البي بلس اي ان سكوير في سكوير على في سكوير في الفي ماينس ان بي تساوي ان ار تي. جدع. صح كده؟ زي الفل. وعوض البي عندي الـ A 1.36 هي موجودة فوق اهي في المسألة. اهي 1.36 شايفينها؟ معلمتلكوا عليها اهي. 1.36 ادي الـ A، والبي عندي تعويض مباشر في القانون. طيب. وعوض البي طلعت ب32.5، يبقى البي ايديال طلعت ب32.8. اهي. طلعت بكام؟ ب 32.8.
البي ريال طلعت بكام؟ ب32.5. قول لي الكومنت كده محمود اللي هو كده اللي اسمه ده ال ان بي ب3 من 10. قول لي الكومنت البي ايديال حسبناها خلاص، البي ايديال طلعت ب32.8 والبي ريال طلعت ب البي ايديال اكبر ولا مش البي ايديال فوق والبي ريال تحت؟ اه ماشي، البي ايديال اكبر من البي ريال تحت. ماشي، في حاله مين يعني؟ ايه مش في حاله مين؟ امتى البي ايديال تبقى اكبر من البي ريال؟ لو تمبريتشر بس هنا محمود، البي ايديال مش اكبر من البي ريال، البي ايديال از ابروكسيميتلي ايكوال البي ريال، دي 32.8 ودي 32.5. 32.8 اكبر؟ لا هما تقريبا الاثنين يساووا بعض تقريبا. اكبر تبقى امتى؟ اكبر تبقى امتى محمود؟ لما دي مثلا تبقى 32 ودي 24، لما تكون دي 32 وتكون دي 28 تكون 30 اكبر. انما لما يكون في كسور صغيره بالنسبه ل 32 تبقى قليله يعني بالتقريبا بيساووا بعض. اه تمام. اه يعني البي ايديال ابروكسيميتلي ايكوال البي ريال. ليه بقى محمود؟ تقدر تقول لي الكومنت؟ عشان درجه الحراره ما قدرتش تغير الكيس، عشان درجه الحراره مش قادره تحول الجاز من ايديال جاز لريال جاز. تمام، يبقى الكومنت بتاع البي ايديال ايكوال البي ريال. ليه؟ از وي ستارت ات ا هاي تمبريتشر، يبقى ال 400 دي تعتبر هاي تمبريتشر، تعتبر درجه حراره عاليه. بات ذا ديفيجن اوكير اونلي، ولكن الحيود، يعني ايه الحيود؟ يعني البي ايديال ما تطلعش بتساوي البي ريال. امتى الديفيجن اوكير اونلي؟ ات لو مين؟ ات لو تمبريتشر. واحد هيقول لي طب انا عرفت منين ان ال 400 دي كبيره؟ عرفت كبيره لان البي ايديال طلع بتساوي البي ريال. طب لو البي ايديال طلعتش تساوي البي ريال يبقى ال 400 دي كانت صغيره. وصلت؟ ماشي يا دكتور، عندي سؤال. يعني احنا المفروض نصغر البي ريال ممكن تبقى اكبر من ايديال؟ اه لو انا عايز احوله من ايديال لريال اصغر التمبريتشر عن 400. هو انا هعالج النص الثاني منه منها المساله دي دكتور. نعم؟ فاندر بيل مش هو قال لك احسبها دكتور مره؟ مش هو قال لك احسبها مره بالايديال ومره بالريال؟ تمام، حسبناها بالايديال بي اللي هو بي في بتساوي ان ار تي. ماشي، وحسبناها بالريال بي بلس اي ان سكوير على في سكوير في في ماينس ان بي ايكوال ان ار تي. دكتور معلش عندي سؤال، هو انا ليه ما قلتش؟ انا برد على سؤال واحد معايا يا باشمهندس. ايوه حضرتك. طيب فالبريشر هنا طلع ب 32.8 والبريشر هنا طلع ب 32.5 تقريبا. انا المفروض تقريباً متوقع الدراع. ايه انا متوقع ايه؟ ان مين اكبر، الايديال ولا الريال؟ الايديال. الايديال في حاله مين؟ مش عارف. لو تمبريتشر. لو تمبريتشر صح؟ اه. طيب انا البي ايديال هنا طلعت بتساوي البي ريال، ده معناه ايه؟ ان درجه الحراره دي عاليه مش قادره تحول ان الجاز ده من ايديال جاز لريال جاز، لان البريشر بيقل لما درجه الحراره تبقى قليله. فهنا طالما طلعوا زي بعض ما قلتش يبقى درجه الحراره دي مش قليله، مش قادره تحول الجاز بتاعي من ايديال جاز لمين؟ لريال جاز. ريال جاز. تمام. المساله اللي بعدها مين اللي كان عنده سؤال؟ لو سمحت يا دكتور، هو انا ليه ما قلتش ان البي ريال ايكوال البي ايديال ماينس ان باور 2 اي ديفايدد في باور 2؟ لان انا قلت مليون مره ان انا ما بعملش هاي بريشر لوحده ولو تمبريتشر لوحده، انا بعمل الاثنين مع بعض، فلازم ادمج الاثنين مع بعض، ما ينفعش اخد واحده واشتغل عليها. تمام تمام، شكرا دكتور. معلش تمام، ممكن تنزل الحل تاني يا دكتور؟ بسرعة عشان نلحق نخلص. عايز من أول فين؟ أول أيوة بس من أول الحل ثاني. ارجع اطلع فوق سنة بس عشان هاخد بس سكرين معلش. دكتور معلش، هو حضرتك قلت في الآخر as we start at high temperature but إيه؟ The deviation occur only at low temperature. The deviation دي يعني الجاز تحول من ideal لريال. تمام شكرا. طيب مين بقى يحل دي؟
مروة فهمتيها اللي انا كنت باشمهندسة اللي كنت بسألها؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب اختار حد تاني. فين مروان نبيل؟ مروان نبيل راح نام. ماشي ناخد اسم مروان نبيل. طب يا دكتور حضرتك واخد اسم محمد علاء؟ لا يا ابني انت سألت مرتين بقى عشان انت فاصل عندي. محمد فين؟ محمد انور. محمد انور. تمام. فين محمد هشام شوقي؟ فين محمد سامي متولي؟ كل ده مش موجود. عيني تأمره. في مصطفى حامد. ايوه يا دكتور معاك. حل مصطفى. تمام ماشي. يوزا فالو فان دي غولز او مديني البي كده. مديك البي. تمام. والغاز سي او 2 ات اس تي بي وات برسنتج. وعايز النسبه المئويه بتاع ال واحده محمد. واحده مصطفى. تمام. بيقول لك يوز ذا فاليو اوف ذا فاندر فال كونستانت بي. عايز الفاليو بتاعه الفاندر فال كونستانت بي. تمام ومديك البي. مديك البي. بيقول لك تو كالكوليت ذا فوليوم اوف سي او 2 موليكول. عايز يحسب حجم الموليكول. تمام بتاع سي او 2. طيب هتحسبه ازاي؟ اولا هتستخدم انهي قوانين يا مصطفى؟ قانون بتعبئة الغاز. انهي بقى؟ اللي هو ال B زائد AN سكوير على V سكوير. فين بقى ال A وفين ال N وفين الكلام ده كله؟ هو مش مديه ال A. مش مديك حاجة خالص. هو مش مديك غير ايه يا مصطفى؟ ال B. يبقى انا قلت لك طالما ما ادالكش في المسألة غير ال B بس. انا عندي طلب قوانين لل B. فوق يا مصطفى. صح؟ ايوه انا عندي ثلاث قوانين للبي. طالما ما ادانيش في المساله غير البي يبقى انا هستخدم قانون من الثلاثه. ايوه صح. طيب اول مطلوب عايز يحسب حجم السي او 2 موليكول. عايز يحسب حجم الموليكول يبقى تستخدم القانون الاول ولا الثاني ولا الثالث في البي؟ لا الاول. نرجع للقوانين ثاني بعد القوانين يا مصطفى. ثاني يا دكتور. شفتها؟ اصلا كنت مكتبه بغلط معلش. فين بقى القانون اللي فيه الموليكول يا مصطفى؟ اللي هو التاني. تاني عوض. يبقى باشمهندسين يبقى المسألة بسيطة جدا. انا ما عنديش غير بي. ما فيش حاجة في المسألة غير البي. يبقى انا هستخدم قانون من التلاتة. طبعا. يبقى البي اكوال انا عايز حجم الموليكول. اهو عوض بقى في القانون. معلم لكم عليها اهو. انا عايز حجم الموليكول. صح؟ تمام. طالما أيوة. عايز حجم الموليكول يبقى انا هستخدم القانون مين؟ الثاني اللي هو بي ايكوال 4 في افوجادرو في حجم الموليكول. خلاص البي عندي وال4 عندي وافوجادرو عندي لان ده كونستانت. اقدر اجيب حجم الموليكول ولا لا؟ تمام. كمل يا مصطفى. ات اس تي بي يبقى انا عندي الثاني الاس تي بي عن الفي ب 22 و4 والان ب 1 صح؟ مش عارف. طب ماشي وانا اكمل. كمل. هو عايز واتس عايز حد يرد عليه. مش ال واحد هي ماشي ال تمبريتشر اللي بواحد. كل تمبريتشر بين 73 كالفوليوم. باشمهندس لان انا هحسبها مصطفى. ايوه انا قلت في الاس تي بي مين الستاندر؟ البريشر والتمبريتشر بس صح؟
ما هو اس تي بي البريشر بكام يا مصطفى في الاس تي بي؟ واحد اتو. والتمبريتشر يا اما صفر سيليزيوس او 273 كلفن. طيب لو النمبر اوف مول ب 1 يبقى الفوليوم 22.4 لتر. لو سمع كلمه لو دي ده معناه ان مش شرط في الاس تي بي يبقى النمبر اوف مول بكام يا مصطفى؟ ب 1. طب لو النمبر اوف مول ب 2 يبقى الفوليوم بكام يا مصطفى؟ 4.8. يبقى ما تنساش كلمه لو النمبر اوف مول ب 1. ما انا قلت الاثنين على. طب كمل. تمام. وعايز عايز النسبه المئويه بتاعه الفوليوم. توتال فوليوم اوف سي او 2 از مولكولار فوليوم. كلمه مولكولار فوليوم دي انا كاتبها لكم عشان لو جات لكم في الامتحان بس انساها كانها مش موجوده. سيبك من كلمه مولكولار فوليوم دي. يعني كان السؤال انتهى عند مين؟ What's the percentage of the total volume at STP? What's the percentage of the total volume of CO2? تمام. طيب ايه هو التوتال فوليوم؟ اللي هو ال V كله. صح. ايه بقى اللي هو ال V كله؟ اللي هو في القانون. اللي هو مش ها. طيب اللي هو ركزوا معايا في الحته دي يا باشمهندسين. ركزوا معايا في الحته دي. الحته دي جديده. تخيل ان انا عندي نمبر اوف مول ب1. هفرض ان انا عندي النمبر اوف مول بكام يا باشمهندسين؟ ب1. يعني كل اللي عندي 1 مول. يبقى التوتال فوليوم هو حجم المول ولا لا؟ صح. طب لو انا عندي مول، لو انا عندي 2 مول يبقى التوتال فوليوم هو حجم ال2 مول. الفوليوم في صح. في مشكلة في الكلام ده؟ لا. تمام. لا. يبقى التوتال فوليوم كل الغاز اللي عندي. انا عندي 1 مول يبقى التوتال فوليوم هو حجم ال1 مول. عندي 2 مول يبقى التوتال فوليوم هو حجم ال2 مول. خلاص. عندي 3 مول يبقى التوتال فوليوم هو حجم مين؟ هو حجم ال3 مول. في مشكلة؟ في عدد المولات يعني؟ طيب لا. هعمل ايه؟ انا عايز حجم المول اجيبه ازاي؟ من في 4 في بتاعه المول. صح. تمام. يبقى اجيبه اثنين. يبقى بجيبه من بي ايكوال 4 في بتاعه المول. في مشكله؟ في حد فتح المايك يا دكتور؟ مش سامع. طيب يبقى انا هجيب حجم المول منين؟ من بي ايكوال 4 في بتاعه المول. تمام. خلاص. تمام. طيب جبت حجم المول، انا عايز حجمه بالنسبه لحجم الاس تي بي. عايز حجم المول بالنسبة لحجم الـ STP. أعمل إيه؟ أقسم على 22.4 وأضربها في 100. يبقى التوتال فوليوم دي هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن حجم المول. طب واحد هيقول لي لا أنا مش عايزها تبقى حجم، مش عايزها تبقى مول، عايزها تبقى 10 مول. هتعمل إيه؟ هنضربها في 10. بعد ما أجيب حجم المول هضربها في 10. بس لما اجي اقسم على 22.4 من 10 هضربها هي كمان في 10 فهتطلع هي. طب لو دكتور عايزين ممكن لو... القانون دايما لو ما قالتش نمبر اوف مولز احط انا ب1 ولا مش شرط ولا ما ينفعش اقول كده؟ لا مش شرط. انا هنا حطيتها ب1 ليه؟ انت عارف لو ما كانش قال لي برسنتج لازم اقول لك النمبر اوف مول في المساله، انما انا هنا عايز نسبه في الاخر. فالنسبه تمام. انا حطيتها فوق 2 مول ثابته. انا حطيتها فوق 2 مول فتحت يبقى الفوليوم مش 22.4 من 10 هيبقى الفوليوم 44.8 ففي الاخر هتطلع النسبه ثابته. يبقى دكتور انا قسمت 22.4 من 10 لان انا بقول انا عايز النسبه بتاعتها بالنسبه لحجم الاس تي بي. دكتور معلش كان في واحد اسمه محمد سامي تولي حضرتك كان ناديت عليه بيقول في التكست شات دلوقتي ان الميكروفون عنده بايظ وما عرفش يرد. حل اسمه ايه؟ محمد سامي متولي. هو كان كتب طيب يبقى يصلح المايك بقى عشان لما عاوز اساله. طب دكتور معلش انا مش فاهم الجزئيه ديت. هو انا على اي اساس حطيت ال n equals 1 فال v equal 22.4؟ ده ستاندر في ال STP. تمام. انا بس دي مش حاجه يعني احنا قايلين ده لو ال n ب 1 فال v هتبقى ب 22.4. انا طيب انت عايز تخلي ال n انت عايز تخلي ال n بكام؟ ما هو الفكره ان انا لما اغير ال n ال v هتتغير. تمام بالظبط.
حلو، انا على اي اساس بقى عملتها في البرسنتج دخلتها 22.4؟ يعني مثلا لو خليتها 44.8 افترضت ان انا عندي 1 مول. طب يعني ثانيه، هو حجم ال 1 مول في الاس تي بي 22.4، يعني الفي بتاعه المول اللي انا لسه حاسبها دي دلوقتي دي بتاعه ال 1 مول. ال 1 مول في حاله الريال جاز، انا عايز اجيب نسبه ال 1 مول في حاله الريال بالنسبه لنسبه ال 1 مول في حاله الاس تي بي. فكده لو غيرت الان معاها فهغير الفوليوم فهتبقى الريشيو ثابته هي هي بالظبط. اوكي شكرا شكرا. فهمتوا يا باشمهندسين يعني ايه التوتال فوليوم؟ اه فهمت تمام. طيب نكمل المساله اللي بعدها. دكتور هو انا مش فاهم، مش فاهمه ايه مين الفوليوم بتاع المول ومين التوتال فوليوم، مش فاهمه حاجه. بص في المساله دي ولا مش فاهمه ان جنرال؟ لا في دي في دي. بصي انا بقول انا عايز نسبه التوتال فوليوم بالنسبه للاس تي بي، انا ما اعرفش ايه هو التوتال فوليوم، ما اعرفوش انا 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 نفسي هو مش عارفه ايه هو التوتال فوليوم. طيب افرضي دلوقتي ان انت عندك في في كل الغاز اللي موجود 1 مول، 1 مول يبقى التوتال فوليوم هو الفوليوم بتاع ال 1 مول ولا لا؟ اه يبقى التوتال فوليوم هو الفوليوم اوف 1 مول. طب انت فرضتي ان انت عندك 10 مول، يبقى التوتال فوليوم هو الفوليوم بتاع مين؟ ال 10 مول على بتاع ال 10 مول على بعض. طب معلش انا عرفت منين هجيب الفوليوم عند الاس تي بي؟ يعني عرفت منين ان هو قايل ات اس تي بي وات ذا برسنتج اوف ذا توتال فوليوم؟ تمام خلاص. يعني فكده كده الريشو هتبقى واحده. ليه؟ لان انت لو ضربتي فوق في 2 هتضربي الفوليوم تحت في 2، لان النمبر اوف مول الفوليوم في الاس تي بي مش 22.4 بس، هي بتعتمد على النمبر اوف مولز. تمام كيف؟ طب دكتور هو انا فرضت اللي هي 1 مول، يعني يا ابني افرضها 10 هتطلع هي هي برضو؟ انت هتقسم ساعتها بقى 22.4 مين اللي بيسال؟ مين اللي بيسال؟ انا. انت مين اسمك ايه؟ يسري. يسري مدحت. قول لي يا يسري انت دلوقتي أنا... لو افرض عايز تفرضها بكام يا يسري؟ ما لا انا بسال عادي، مش بغرض ان عايز افرضها برقم معين، اقول مثلا احنا ليه فرضنا بكده عشان لما اجي احل ابقى عارف. ماشي افرضها باي رقم. 5 مول مثلا. 5 مول. 5 مول هتعمل ايه فوق يا يسري؟ الحجم المول اللي انت جبته هتضربه في كام؟ عشان ده المول واحد فلازم اضربه برده في 5. في 5. طب أنا... والفوليوم مش هيبقى 22.4 يا يسري؟ لا هيتضرب في 5 برضه عشان ده الفوليوم للمول الواحد. اه تمام فهمت بالزبط. فهمت تمام. طب يلا يا يسري حل المساله دي يا يسري، لازم نحتفل بيك. تمام. هو بيقول ذا فوليوم اوف فاندر ويلز فاندر فال كونستانت بي. تمام. تمام. هو جي ثانيه واحده. فور جي اللي هو الكريبتون ده هو مديني البي. تمام مديك البي، مش مديك حاجه غير البي يا اسري ولا مديك حاجه تاني؟ بس هو عايز الريديوس فاوتوماتيك هستخدم القانون الثالث على طول. يا ده يا اسري انت شاطر اهو. طيب استخدمت القانون الثالث وعوضت. طب تمام. تبقى شاطر قوي بقى يا اسري لو قلت لي اليونت بتاعه الار هتبقى ايه. يونت الار احنا هو الستاندرد في الميتر، بس اكيد مش هحسبها بالميتر يعني صح؟ هو هنا مدالك بالليتر. اليونت اللي هيطلع بيها الريديوس. مديها لي بالليتر. ثانيه واحده. انا ممكن اقول يا دكتور نانو متر؟ لا بتقول ايه؟ نانو متر. ده مين اللي بيخترع ويقول لي نانو متر ده؟ لا هو انا ممكن اقول انا هي دي نانو متر. استنى يلا يا يسري فكر فيه. فكر يا يسري. هو ينفع اطلع الطول باللتر يا يسري؟ اول يعني مش بالمتر، ما اكيد مش هتطلع بالمتر. انا قلت باللتر. لا ممكن لا تطلع بالمتر، ما احولها تطلع باللتر. لا انا بقول مش لتر طبعا. لا ده طيب. اسمه ده طيب. طب ايه اللي يساوي اللتر يا يسري؟ اللي يساوي لتر من نسبه انهي قانون؟ متر يعني كيو. مين اللتر يساوي مين في اليونت؟ متر كيو. دي سي متر. دي سي متر. صح يا يسري. دي سي متر. تمام يبقى انا اقدر اطلع الار بالدي سي متر ولا لا؟ تمام. ليه؟ لان اللتر يساوي الدي سي متر كيو. تمام ما ينفعش اسويها بالام كيو، هي ام 43 يعني. الليتر مش كان
ليها حاجة تانية إما باور 3 متر كيوب. أوه. بس لازم تحولي اليونت بتاعة البي بدل تبقى ليتر برمول أوه. تبقى متر كيوب برمول. عملها متر كيوب برمول أوه. تنفع كده يعني؟ أوه. تمام تمام. معلش دكتور سؤال غريب شوية. هو حاجة قبل كده في أول محاضرة خالص حاجة قلت لنا إن number of number of molecules equal number of mole في الأفوكادوز number صح؟ طب أنا هنا إزاي لما حطيت الفوليوم عكس ما بين number of moles حاجة فاهم قصدي في القانون بتاع البي؟ أنا قلت إيه؟ أنا قلت إيه؟ number of mole إيه؟ في الأول number خالص أول molecules بيساوي number of mole في أفوكادوز moles في أفوكادوز number صح؟ آه اه طب انا هنا ليه لما حطيت حاولت الفوليوم عكست بين نمبر اوف مولز نمبر اوف مولكولز لا مين اللي قال ان انا عكست انت دلوقتي انت واحد اهو ليك حجم صح تمام انت موليكول جزيء ليك حجم تمام خلاص لو عايز اجيب حجم المول منك هعمل ايه حاجه تضربني في الافوكادوز نمبر بالظبط هضربت حجم الموليكول بتاعك في افوكادرو عشان اجيب حجم المول اه تمام شكرا تمام فين مونيكا ايميل مونيكا ايميل دكتور معلش اسال سؤال ايوه يا دكتور مع حضرتك يلا يا باشمهندس عشان تحلي معايا دي دكتور مع حضرتك إيه تمام طيب اسال يا باشمهندس بسرعه اي انا محمود لو الـ هي كان باللتر لو انا اخليها بالمتر اطلع الناتج اللي هو نص قطر اخليه بالمتر اقسم على 1000 هتقسم على 1000 اه تمام تمام يلا مونيكا حلي معايا المساله اللي بعدها تمام يا دكتور مع حضرتك بس ما فيش حاجه على السكرين وغير انا اهي شفتي هو مونيكا انت مشغله الكاميرا تمام شكرا تمام اتفضلي هو انا مفيش حاجه على السكرين لغايه دلوقتي طب باقي الباشمهندسين شايفين انا شايف لا اوردك انا عندي واضح مفيش دكتور حاجه السكرين بتاعه الاب نفسه بتاع مايكروسوفت تيمز لكن مفيش وايت بورد او حاجه طب ثانيه واحده مش السؤال بيبدا من اتش او دي لسه اول مره تحصل دلوقتي ولا حصلت قبل كده لا تمام هي ظهرت يا دكتور خلاص طيب In each of the following conditions هي راحت تاني اهي كده ظهرت ايوه دكتور لا لسه اه كده تمام تمام حمل In each of the following conditions show by calculating the value of z if the gas is real or ideal and the reason of division t equal 100 degrees celsius will n equal 0.25 mole تمام عايز في الكيسز دي عايز اشوف تمام. الجاز ده ايديال ولا ريال باي كالكوليتنج الزد تمام هو اصلا عندي ال نعم في كل كيس من دول انا عايز اعرف هو الجاز ده ايديال جاز ولا ريال جاز تمام انا هحسب الزد اللي هي بي في اوفر ان ار تي زي الفل ولو طلعت بوان يبقى هو ايديال لو زي طلعت الفل. طب تعالي نحسب اول واحده الزد طلعت تمام الزد طلعت ادينا بنحسب الزد اهو الزد يبقى بي في ايكوال اوفر ال ان ار تي الزد ب 0.5 في 12 على 0.25 في 0.082 لان انا شغال اتموسفير وليتر في 373 لان التمبريتشر ب 100 ديجري سيلسيوس فطلعت 0.78 ده ايديال ولا ريال يا مونيكا ده 0.7 يبقى ريال لانه less than 1 وهيبقى في الكيس إيه؟ بتاعه الهاي بريشر زي الفل كويس جدا يبقى الباشمهندس قالت ايه قالت ان ده 0.784 يبقى ده الزد اقل من ال1 طالما الزد اصغر من ال1 يبقى ايه الكونديشن ان هو هاي بريشر ركزي هو ليه زن 1 اه سوري لو تمبريتشر اونز زد اصغر عشان ما تنسوش اصغر يعني لو تمبريتشر طب تقدري تقولي لي ايه هي الريزون دي الكونديشن الريزون نعم سامع ممكن تاني ايه الريزونز اللي بتحصل في اللو تمبريتشر ينفع ولا دكتور لا هي الريزونز فور لو الريزنز اللي بتحصل في اللو تمبريتشر هو البريشر كان اللي هو اكسكلودد فوليوم لكن التمبريتشر او الاتراكشن فورس زي الفل تمام صح؟ كويس جدا زي الفل يبقى الباشمهندسه قالت ان 0.78 يعني الزد اقل من ال1 يعني ريال جاز يعني الكونديشن لو تمبريتشر يعني الريزون اتراكشن فورس كملي
في الكيس الثانيه احسب انا ولا حضرتك هتقول على لا طول. خلاص يبقى الزد حسبناها طلعت 1.001 يبقى دي مور ذان 1 يبقى هاي بريشر. لا دي مش هعتبرها مور ذان 1 لما يبقى عندي او او يعني لما يكون عندي بعد البوينت او او فانا بعتبرها 1 عندي او واحده يبقى بعتبرها هاير ذان ال1 تمام خلاص يبقى دي كده ايديال اه يبقى انا لما عندي 2 او بعد البوينت بعتبرها ايكوال 1 تمام يبقى ده ايديال جاز لان الزد ايكوال 1 طب نحسب الثالثه طلعت 1.046 كده طالما في او واحده اعتبرها هاير ذان ال1 في 2 او بعتبرها ايكوال 1 هتعملي ايه ده كده ايديال ولا ريال ريال هاي ولا لو بتاعه الهاي بريشر هاي بريشر الريزون اكسكلودد فوليوم زي الفل يبقى اكبر من ال1 ريال جاز هاي بريشر اكسكلودد فوليوم زي الفل فهمتوا المحاضره ثانك يو شكرا يا دكتور فاهمين المحاضره يا باشمهندسين ولا انتوا فاهمين فاهمين كويس زي الفل واحنا مش بنفهم غير كيمياء اصلا فاهمين اساسا تقريبا دي المحاضره تكون فاهمين فيها كيمياء فعلا طيب انا بالظبط 10 دقايق بالظبط هناخد حته صغيره جدا وخلاص يبقى احنا كده خلصنا المحاضره مش عليها حل حته نظري صغيره جدا وبعد كده يبقى احنا خلصنا اخر حته دكتور هتنزل لنا بي دي اف او حاجه نذاكر والله انا كان لسه في حد بيسالني انا زي ما قلت لكم في درايف الدرايف ده الورد ده ولا مش والله انا هدور لكم على الدرايف الجديد ده لان الورد ده زي ما قلت لكم يعني لسه هظبط مع الدكاتره لان انا ما بديش لوحدي يعني في ناس في دكاتره بتدي جروبس ثانيه فلازم نبقى كلنا زي بعض فلسه اشوف هم هيعملوا ايه ماشي طب دكتور انا لو في حاجه مثلا وقفت قدامي وعايز اسال حضرتك انا موجود طبعا. كل يوم في الكليه ما احنا ما بننزلش يعني لو هبعت مثلا لحضرتك على الشات بتاع تيمز ولا هي المشكله تيمز انا برد عليه يعني هتلاقيني هرد بس هرد متاخر ليه لان انا عندي حاجات كتير جدا تمام فهتلاقيني يعني ايه انا يعني انا بقى انا بمشي من الكليه تقريبا الساعه 1 بالليل عشان عندي شغل فهرد يعني انا لما برد على التيمز دي برد عليها كده وانا ايه قاعد برتاح شويه فلو في اي حاجه ارجنت قوي عدي عليها في الكليه لما تنزل الكليه حضرتك ميرسي طيب. دكتور اتفضلي هو حضرتك كنت منادي على فرح عمر من ساعه كده تقريبا اه صح يا فرح رحت فين هي دلوقتي فرح النت عندها كان وحش ما كانش فيه صوت ولا صوره اه عشان كده ما عرفتش ترد على حضرتك طيب ماشي خلاص هعلم قدام فرحك حاولوا تظبطوا يا باشمهندسين موضوع النت ده عشان حرام كده حرام المحاضرات اللي بتفوتكم دي حضرتك فين عشان انا مش سامع دكتور بقول حضرتك نت عليا تقريبا بس برضه نسيت كلكم بقى دلوقتي هتدخلوا تقولوا لي ايه النت كان فاصل هتشتغل انا كنت كاتب على الشات بس محدش رد فانا طلعت وخرجت طيب. اسمك ايه محمد انور ماشي يا محمد هعلم على اسمك دكتور ممكن اسال حاجه قبل ما نخش في حاجه جديده بس اتفضلي دلوقتي حضرتك قلت في اول المحاضره خالص ان احنا بنشتغل على التو كونديشنز مع بعض اللي هي الهاي بريشر واللو تمبريتشر تمام كده بس الفرق في اني الافكت بتاعته اعلى صح. دلوقتي اللي قلنا بقى في اللو تمبريتشر ان احنا اصلا بنقلل البريشر او البريشر بيقل لما اننا هنعليه لا هو انا هعلي البريشر يعني انا هعلي البريشر الاكسترنال بريشر ما هو في اكسترنال بريشر وفي انترنال يعني في اكسترنال ده انا اللي بعمله يعني انا اللي بنزل البستون فاهمه قصدي ما بصي لما انت اللي تنزلي البيستون ده بسميه اكسترنال انا اللي بعمله انما انا لما الايه برضو الاكسترنال اللي انا بعمله ان انا بعمل لو تمبريتشر بس نتيجه اللو تمبريتشر البريشر بتاع الجاز قل فانا كاني بلغي تاثير الهاي بريشر اللي انا عملته تمام وصلت تمام دكتور معلش ممكن اسال حضرتك على حاجه بسرعه ف
في المسألة اللي قبل الأخيرة لما جبنا البي احنا حسبناها بالديسيميتر. طب انا ما فهمتش ليه طلعناها بالديسيميتر، يعني ليه ما كانتش طلعت بالليتر بالانجستروم؟ طب لان الليتر ايكوال ليه ديسيميتر كيوب، صح؟ تمام. فانا عندي اليونت بتاع البي هو ليتر برمول، تمام. فعلى اساس هي ديسيميتر كيوب برمول. اوكي، عشان اقدر اطلع الريدياس بالديسيميتر، لان انا ما اقدرش اطلع الريدياس باللتر. طب لو كنت عايز احولها لانجستروم، عايز احولها المتر كيوب، ايه اللي هيدخلك لانجستروم وتقعد توجع قلبك؟ تحولها المتر كيوب وطلع اليونت بالمتر. عايز تحولها لانجستروم، حولها لانجستروم. طب خلاص تمام، اوكي شكرا. تمام دكتور. طيب دكتور بعد اذنك بس قبل ما ننقل لحاجه ثانيه، في السلايد اللي حضرتك فاتحه ده البي بتساوي 4 في مود. تحت بقى برضو يعني هنا عدد افوجادرو ليه بقى؟ معلش عشان انا الداتا دي مش مجمع فيها. عدد افوجادرو في حجم الموليكول، مش الموليكول، المول يحتوي على افوجادروز نمبر من الموليكول. معايا يا باشمهندس؟ ايوه انا مع حضرتك. مش المول يحتوي على افوجادروز نمبر من الموليكول؟ اه بس فانا ده لو عندي حجم الموليكول الواحد ضربته في عدد افوجادرو هيديني حجم المول كله. تمام. باشمهندسين، الليكويفاكشن بتاعت الجاز، يعني ايه الليكويفاكشن بتاعت الجاز؟ يعني انا حول الجاز بتاعي لليكويد. حول الجاز لمين؟ لليكويد. طيب حد يقدر يقول لي ايه الفرق ما بين الجاز والليكويد؟ الاتراكشن فورس. صح. يبقى انا عشان احول الاتراكشن فورس فين اعلى؟ في الليكويد. الليكويد. يبقى انا عشان احول الماده من جاز لليكويد لازم اعمل مين؟ ازود الاتراكشن فورس. طب هزود الاتراكشن فورس عن طريق مين؟ ازود البريشر. ازود البريشر واقلل مين؟ التمبريتشر، درجه الحراره. انتوا زي الفل، صح؟ طبعا اهو. يبقى الجاز لو اتراكشن فورس، الليكويد هاي اتراكشن فورس. يبقى تو تشينج ذا جاز تو ليكويد وي ماست select the condition that increases the attraction force. يبقى to change the gas to liquid we must select the condition. لازم اختار ال condition اللي تحول، اللي تزود ال attraction force. طيب يبقى what are the basis of liquefaction؟ يا ريت اللي مشغل المايك او مشغل السبيكر المايك اقفله. What are the basis of liquefaction؟ ايه شروط عملية الليكوفاكشن؟ يبقى زي ما انت قلتوا، الفرق ما بين الجاز والليكويد الاتراكشن فورس. يبقى انا عشان احول المادة من جاز لليكويد ازود الاتراكشن فورس. طب قلت لكم ازود الاتراكشن فورس عن طريق ايه؟ قلتوا لي ان انا ازود الاتراكشن فورس عن طريق ان انا ازود البريشر واقلل التمبريتشر. هي دي نفس شروط مين يا باشمهندسين؟ نحول انا الاول الايديال جاز احوله لمين؟ لريال جاز. طب لو زودت البريشر اكتر وقللت التمبريتشر اكتر هحوله لمين؟ احول ليكويد. يبقى الايديال يتحول لريال عن طريق زياده البريشر واللو تمبريتشر. طب لو زودت البريشر اكتر وقللت التمبريتشر اكتر هحوله، بدل ما يبقى ايديال، بدل ما يبقى ريال يبقى مين؟ يبقى ليكويد. طيب انا هفضل اقلل التمبريتشر، هقلل التمبريتشر تمام لحد امتى؟ لحد ما اوصل لحاجه اسمها الكريتيكال تمبريتشر. لحد ما اوصل. دكتور معلش قول الصوت بس. مين حضرتك؟ طب يا باشمهندسين يعني يا ريت اللي فتح المايك يقفله. حسام احمد بعد اذنك. دكتور معلش ممكن تعيد الحته بتاعت الليكويد تاني؟ معلش تاني. سامعيني كده؟ طيب تمام. طيب أوكي. انا دلوقتي عايز احول الماده بتاعتي من ليكويد لجاز. الباشمهندسة اللي سالت ايه الفرق ما بين الجاز والليكويد يا باشمهندسة؟ الليكويد ملموس مثلا. لا يعني الجاز والليكويد ايه الفرق ما بينهم غير ملموس؟ الموليكولز بتاعت الليكويد اقرب لبعض، صح؟ والجاز بعيده، يعني الفرق الاتراكشن فورس، صح؟ يبقى عشان تحولي الجاز لليكويد تعملي ايه؟ صح، ازود الاتراكشن فورس. طب هتزود الاتراكشن فورس عن طريق ايه؟
ان انا اقلل التمبريتشر. اقلل التمبريتشر صح، واعمل ايه تاني؟ وزود البريشر، مش لما اضغط الجاز هخلي الجازات تقرب من بعض. صح. طيب يبقى انا الاول بحول الجاز من ايديال لريال، وبعد كده بحوله من ريال لمين؟ لليكو. على حسب انا مطبق بريشر قد ايه ومطبق تمبريتشر قد ايه. طيب انا هفضل اقلل التمبريتشر لحد امتى؟ لحد ما اوصل لحاجه اسمها الكريتيكال تمبريتشر. ايه هي الكريتيكال تمبريتشر؟ يبقى وي ماست ديكريز ذا تمبريتشر تيل ريتش تو كريتيكال تمبريتشر. ايه هي الكريتيكال تمبريتشر؟ الكريتيكال تمبريتشر معناها ات از ذا هايست تمبريتشر ات ويتش وي كان ميك ليكويفاكشن اوف جاز. هي اعلى درجه حراره ينفع اعمل عندها ليكويفاكشن، اعلى واحده ينفع اعمل عندها ليكويفاكشن. يبقى بعدها ينفع اعمل ولا ما اعملش؟ بعدها ما ينفعش، بس الاقل منها ينفع. اقل منها ينفع، اعلى منها ما ينفعش. هي اعلى واحده ينفع اعمل عندها، يعني هي اعلى واحده ينفع اعمل عندها، يبقى اكيد بعدها اعلى منها ما ينفعش، لانها اعلى واحده ينفع، يبقى اعلى منها ما ينفعش. انما اقل منها ينفع. وديني رسم لكم الرسمه. يبقى دي كريتيكال تمبريتشر، اعلى منها ما ينفعش، تحت اقل منها ينفع. يبقى باشوانسين، ايه شرط ان انا احول الماده من جاز لليكويد؟ ان انا اعمل ايه؟ ازود الاتراكشن فورس. ازود الاتراكشن فورس عن طريق مين؟ low temperature. high pressure و low temperature. طب هقلل التمبريتشر لحد امتى؟ لحد ما اوصل للكريتيكال تمبريتشر. ايه هي الكريتيكال تمبريتشر؟ اعلى درجة حرارة ينفع اعمل عندها ليكويفاكشن للجاز. طيب يبقى ده، دي حاجة. تاني حاجة، and we must apply Joule Thomson effect. we must apply Joule Thomson effect. ايه هو جول تومسون افكت؟ هي الرسمه دي مش كامله. طيب ركزوا معايا، ايه هو جول تومسون افكت؟ باشوانسين شايفين الرسمه دي؟ شايفين فيها ايه؟ شرط كده شكل مستطيل صغير مكتوب عليه هاي وبي وتين جول ونقط. في هاي بريشر في الكونتينر الصغير، المفروض في كونتينر كبير جنبه، بس الكونتينر ما كملش، يعني اللي جنبه ده تمام. كونتينر كبير، متخيلين ان هو كونتينر كبير، الصندوق كبير. وال او دي المفروض كانت تبقى لو بريشر، مش الضغط في الكونتينر الصغير هيبقى هاي بريشر وفي الكبير لو بريشر. ايوه صح. خلاص يبقى تخيلوا ان هنا كان في ايه؟ تمام، كونتينر كبير شايفين ايه دلوقتي؟ رسمت قدامكم حاجه شكلها بحضرتك بتكمل الكونتينر الكبير. انا بس يعني ايه بوريكم حدود الكونتينر ومش هكمله، يعني عشان ما نضيعش وقت. شايفين الكونتينر؟ يا دكتور. خلاص ده الكونتينر. تمام تمام، ومقفول برضو من تحت زي ما كان ايه، نفس الكلام ده مقفول برضو منين؟ مقفول من تحت. طيب باشوانسين، تخيل ان انت كان عندك غاز في الكونتينر الصغير ده، وفتحت الفالف اللي هو الصمام اللي ما بين الكونتينر الصغير والكونتينر الكبير. يبقى انا كان عندي اهو هاي بريشر غاز جوه الضغط جوه الكونتينر الصغير ده، فتحت الفالف ده، ايه اللي هيحصل؟ الضغط هينتقل من الهاي بريشر هيروح لللو بريشر. هيروح لللو بريشر صح؟ لللو بريشر. طيب الغاز هنا مضغوط، فالاتراكشن فورس عاليه ولا لا في الهاي بريشر؟ عالي. لا عالي. قليله. لا قليله. لا قليله. في الهاي بريشر. لا قليله. قليله. مش انا ضغط الغاز بريشر الاتراكشن عالي. ضغط الغاز اتراكشن عالي يا دكتور. طيب مش انا ضغط الغاز في الهاي بريشر يبقى الجزيئات قريبه من بعض ولا لا؟ قريبه. يعني هاي اتراكشن فورس.
صح؟ مش البريشر ده على الولف كونتينر؟ تمام مش على الجاز نفسه؟ لا انا ضاغط الجاز جوه الكونتينر، ضاغط الجاز فالجزيئات قريبه من بعض. سيبك من الاتراكشن فورس، انا دلوقتي عشان ما تلخبطكوش انا ضاغط الجاز جوه الكونتينر. بص يا باشمهندس، تخيل ان انا وانت مربوطين جوه الكونتينر الصغير ده، عايزين ننتشر في الكونتينر الكبير، مش الجاز بياخد حجم الكونتينر؟ عايزين نجري في الكونتينر الكبير، كل واحد فينا يروح في حته، فلازم نكسر الاتراكشن فورس اللي موجوده ما بيننا ولا لا؟ لازم. طيب عشان اكسر الاتراكشن فورس دي انا محتاج لايه؟ تمبريتشر عالي، محتاج انرجي، محتاج انرجي طاقه، صح؟ طب السيستم اللي انا عامله ده الشرط دي، ده معناها ان السيستم ده انسوليتد سيستم، يعني السيستم ده معزول حراري، يعني مفيش اي مصدر من الطاقه هيدخل للسيستم. طب هجيب الطاقه دي منين؟ من الطاقة الداخلية بتاعتي. طب لما اخد طاقة من الطاقة الداخلية بتاعتي، درجة الحرارة هيحصل لها ايه؟ هتقل. هو ده جول تومسون افكت. يبقى تاني، جول تومسون بيقول هو when we allow to the gas passing from a region of a high pressure، لما اسمح للجاز ان هو يمر من منطقة ضغط عالي لمنطقة ضغط منخفض، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل التمبريتشر هتقل. الكولينج افكت ده بسميه جول تومسون افكت. الكولينج افكت ده بسميه مين؟ بسميه جول تومسون افكت. الكولينج افكت ده بسميه مين؟ بسميه جول تومسون افكت. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي عندي مش فاهمه احنا هناخد الانرجي منين، هنحطها ايه؟ تاني تخيلي كده، انا ومثلا انا وثلاثه باشمهندسين مربوطين بحبل، مربوطين بحبل، خلاص ملفين كده مع بعض بحبل. انا دلوقتي عايز انتشر في الاوضه، كل واحد فينا يروح في حته، مش لازم نقطع الحبل ده؟ طب هقطع الحبل ده محتاج واحد يجي يساعدني، محتاجه انرجي. فالانرجي دي ممكن تجي لي من بره، ان واحد يجي يقطع الحبل، فانا مش هستهلك طاقه من طاقتي الداخليه ولا لا؟ مش هستهلك طاقه، صح؟ لان واحد تاني جه هو اللي قطع. لا طب انا مفيش حد هيجي يساعدنا، يبقى هاخد طاقه من طاقتي ولا لا؟ هاخد مني انا، هاخد من نفسي. لما اخد من نفسي طاقتي هيحصل لها ايه؟ هتقل. مش هتحس ان انت تعبتي بعديها؟ اه. يبقى لان طاقتي قلت، طالما طاقتي قلت، طالما الطاقه بتاعتي قلت، يبقى درجه حرارتي هتقل. هتقل. جبتوها؟ يبقى الغاز هنا كان قريب من بعضه، لما فتحت الفالف عايز يدخل في الكونتينر الكبير، عايز ينتشر، فلازم يكسر الاتراكشن فورس. طب هيكسر الاتراكشن فورس، يبقى انا محتاج لطاقه. طب هجيب الطاقه دي منين والسيستم ده معزول حراري، مفيش اي مصدر للطاقه هيدخل له؟ يبقى هاخده من الطاقه الداخليه، يبقى درجه الحراره هيحصل لها ايه؟ هتقل. وهو ده جول تومسون افكت. يبقى انا كاتب ذا سيستم. معلش هي... طب ثانيه واحده، هي لما الطاقه تقل عرفت منين؟ ماشي. فانا كاتب the system is insulated from surrounding، السيستم معزول عن المحيط، الوسط المحيط. So the only available source of energy، الوسط او المصدر الوحيد للانرجي is the thermal motion، اللي هي الحركه بتاعتي. So the kinetic energy decreases، so the temperature decreases. مين اللي بيسال؟ يا دكتور يا ريت يكون المايك، انا مش سامعه. تقل درجة الحرارة هتقل ليه؟ درجة الحرارة هتقل ليه؟ مش انت خدت طاقة من طاقتك الداخلية؟ اه. فدرجة حرارتك هتقل ولا لا؟ تخيلي ان انت مثلا لسه واكلة، اه، فبتلاقي ان الجسم سخن، اه، ليه؟ لان طاقتي زادت. اه تمام. طب انا خلاص كلت بقى واشتغلت ورحت وعملت ومش عارف ايه، بحس ان انا جسمي ايه برد، لان الانرجي بتاعتي راح. اه تمام فهمت. تمام. طيب ايه بقى الابلكيشن؟ اخر حته اللي هي ليند بروسس. يبقى احنا كده خلصنا، هي دي بس اللي انا هشرحها. ليند بروسس
هي ابلكيشن للكلام ده. لاند بروسيس ده بيستخدم لعمليه الليكويفاكشن بتاعه الجاز. انت لو عرفت ترسم الرسمه هتعرف اللاند بروسيس. طيب اللاند بروسيس ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كومبريسور الضغط فيه 20 اتموسفير سوري 200 اتموسفير. زودوها يا باشمهندسين لانها اتمسحت وانا بكتب. باشمهندسين الكمبريسور الضغط فيه 200 اتموسفير، حتى هتلاقوني كاتبها في الجنب هي 200 اتموسفير، هي اتمسحت وانا بكتب. يبقى ده كمبريسور الضغط فيه 200 اتموسفير. طيب وادي كولينج كويل ملف تبريد، بعد كده عديته على هيت اكستشينجر مبدل حراري، عديته على هيت اكستشينجر مبدل حراري اهو. محمد علاء معلش في المايك. مبدل حراري ادي الهيت اكستشينج، هو زي الصندوق بس يعني وانا بكتب كان ايه كان بيتمسح اهو. مبدل حراري، شايفين الصندوق اللي انا عملته ده؟ شايفينه؟ تمام. وده صندوق تاني تحته. وقفلوه بقى انتم من الجنب خلاص. طيب يبقى انا كومبريسور الضغط فيه 200 اتموسفير على اديته على كولينج كويل ملف تبريد، بعد كده عديته على هيت اكستشينجر مبدل حراري، بعد كده عديته على اكسبانشن فالف، ده اسمه اكسبانشن فالف برضه اتمسحت وانا بكتب. اكسبانشن فالف الضغط فيه 1 اتموسفير، وبعد كده ده مكان بلم فيه الليكويد اللي بيطلع لي. طيب لو عايز اكتبه بسهوله جدا هكتب ايه من الرسمه؟ وي كومبريسد ذا جاز ان ا كومبريسور، هضغط الجاز في كومبريسور ان ا كومبريسور ات هاي بريشر، هضغط الجاز في كومبريسور عند هاي بريشر 200 اتموسفير. طيب بعد كده زين وي باسنج ايت ثرو ا كولينج كويل، هعدي على كولينج كويل، بعد كده السهم زين وي باسنج ايت ثرو هيت اكستشينجر مبدل حراري، هقول لكم يعني ايه وظيفتهم دلوقتي. بعد كده زين وي باسنج ايت ثرو اكسبانشن فالف، الضغط فيه 1 اتموسفير. حد يقدر يقول لي عند الاكسبانشن فالف ده ايه اللي هيتطبق؟ لا اللي هيتطبق جول تومسون. ليه جول تومسون؟ لان انا كنت ضغط الجاز عند كام؟ 200 200 بقى 1 على كام؟ على 1. يبقى انا عرفته من الضغط عالي الضغط منخفض ولا لا؟ ايوه صح. هياخد طاقه من طاقته الداخليه فدرجه حرارته هتقل ولا لا؟ هتقل. تمام يبقى زين وي باسنج ات ثرو اكسبانشن فالف ات ويتش البريشر 1 اتموسفير جول تومسون افكت از ابلايد. هعمل ايه؟ هفضل اكرر العمليه دي كذا مره لحد ما اوصل لمين؟ عشان احول الماده من جاز لليكويد. الكريتيكال تمبريتشر. جدع. هفضل اكرر العمليه دي كذا مره لحد ما اوصل لمين؟ للكريتيكال تمبريتشر، لان هي دي درجه الحراره اللي عندها الجاز بيبتدي يتحول لليكويد. طب عايزين نفهمها باشمهندسين. ده الكمبريسور، تخيل ان الضغط في الكمبريسور ده 20 اتموسفير 200 اتموسفير، فهنقول مثلا ان درجه الحراره بقت 25. درجه حراره الغاز ده كام؟ 25. عديته على كولينج كويل ملف تبريد، درجه الحراره هيحصل لها ايه؟ هتقل. بقت 15. هتقل. بقت 15. هعديه على هيت اكستشينجر. هيت اكستشينجر ده معناه مبدل حراري. يعني ايه ايه وظيفته؟ وظيفته ان هو ياخد او يدي درجه الحراره القليله. وظيفته ان هو ياخد او يدي درجه الحراره القليله. فانا عديت عليه غاز درجه حرارته 15، فالهيت اكستشينجر ده هيبقى درجه حرارته كام؟ رد 15. هو فين الهيت اكستشينجر على الرسمه؟ 15. شايف الصندوق اللي انا عامله ده؟ 15 عشان ياخد اللي بين الرسمتين. تمام خلاص. فهياخد او يدي درجه الحراره القليله، فهتعدوا عليه غاز درجه حرارته 15، فالهيت اكستشينجر هيبقى درجه حرارته 15. ماشي. يجي اعدي على الاكسبانشن فالف، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى اقل من 15. درجه حرارته هتقل له درجه الحراره. هنا جول تومسون هيبقى 10 مثلا، هيبقى كام؟ 10. يجي يطلع تاني
الهيت اكس تشينجر كانت درجه حرارته كام؟ 15. لما الغاز طلع تاني كانت درجه حراره الغاز كام؟ 10. الهيت اكس تشينجر هياخد درجه حراره 10. تمام. اجي اعدي على الكمبريسور درجه الحراره هتزيد تاني تبقى 25 او اقل، بس يعني هنقول 25 رجعت تاني. يجي على يعدي على الكولينج كويل هيرجع 15. بس خلي بالك بقى الهيت اكس تشينجر اخر مره كانت درجه حراره 10 10 يبقى هيدي له 10، هيدي للغاز درجه حراره 10. ما هو بياخد او يدي درجه الحراره القليله للغاز، فهيروح مدي للغاز درجه حراره 10. يجي يعدي على الاكسبانشن فالف، هي درجه حرارته قلت ليه اصلا؟ مين الغاز تاني؟ لا انا حطيته في كومبريسور ضغطته. تمام. طيب يجي يعدي تاني على الاكسبانشن فالف، يبقى داخل على الاكسبانشن فالف درجه حرارته 10، هيعدي على الاكسبانشن فالف فهتقل تبقى 5. يجي يرجع تاني على الهيت اكس تشينجر، الهيت اكس تشينجر كانت درجه حرارته كام؟ 10. الجاز اللي عدى اللي هيعدي دلوقتي درجه حرارته كام؟ 5. فهيدي الهيت اكس تشينجر درجه حراره 5. يجي يعدي على الكمبريسور درجه حرارته هتزيد تاني 25، كولينج كويل 15. نيجي نعديه على الهيت اكس تشينجر، الهيت اكس تشينجر كانت درجه حرارته كام دكتور؟ 5. فهيدي الغاز درجه حراره 5. يعدي على الاكسبانشن فالف 3، افضل اكرر العمليه لحد ما اوصل للكريتيكال تمبريتشر، ساعتها الليكويد هيبتدي يتكون. والبوكس اللي تحت ده برضو الغاز برضو؟ لا الليكو البوكس اللي تحت ده اللي انا بجمع فيه الليكويد. مش حضرتك مش حضرتك قلت ان الكريتيكال تمبريتشر دي عندها ان الليكويد بيبدا بعديها ما فيش ليكويد بيتكون؟ اعلى منها. اعلى منها. حضرتك دلوقتي بتقول ان عندها هيبدا الليكويد يتكون عند الكريتيكال. طب قبل الكريتيكال في ليكويد بيتكون؟ قبل الكريتيكال ده اللي هو قصدك بيه ايه؟ يعني مثلا لو كريتيكال ماينس 30، او هنقول مثلا عشان ما نغلطش في الارقام، لو كريتيكال 10 قصدي بقى اصغر من الكريتيكال. ما هو انا طول ما انا ببرد هيتكون. يعني لو عند 5 هيتكون ليكويد، عند 9 هيتكون ليكويد، عند 10 هيتكون ليكويد، عند 11 مش هيتكون. مش هيتكون الا هيحصل يا دكتور عند 11 اذا يعني. هيفضل جاهز. هيفضل ماشي. بس احنا كده هي 10 دي افضل درجه حراره ممكن اعمل عندها ليكويد صح؟ لا ده كل غاز على حسب، في غاز من ماينس 30 بيبتدي يتكون الليكويد. دكتور انا أيوة لقيت لينك درايف، لقيت لينك للدرايف اسمه اعدادي 19، هو ده اللي هنلاقي عليه الاجابات؟ ابقى ورهوني، ابقى تعالى على الكليه كده ورهوني. لو هو معلش كده دكتور هتخلصنا ما تنزلوش على المايكروسوفت. دكتور بعد اذنك، دكتور بعد اذنك هتذاكر فين في الكليه؟ الصفحه اللي بعدها دكتور معلش في معمل الكيمياء، لو ما لقيتنيش هيبقى عندي محاضره تلاقيني بعدها او قبلها. اتفضلي يا باشمهندس. احنا خلصنا؟ خلصنا. دكتور معلش الصفحه اللي بعدها ممكن البيج اللي بعدها لو سمحت. طب دكتور حضرتك خدت الاتندنس؟ هاخده حالا. طب دكتور معلش انا عندي سؤال. اتفضلي. انا خلصت يا باشمهندس اللي عايز يتفضل. دكتور بعد اذنك ترجع من الاول عشان ناخد سكرين. حضرتك بس لما تاخد الفيزا انا خدت يعني اللي عايز اتفضل من دلوقتي خلاص انا خدت الاتندنس. طب يا دكتور هو مش المفروض اهي هو بعد ما يتحول في الاك اساله هو دلوقتي في الاكسبانجن فالف هو ليه التمبريتشر بتاعتها بتقل بتاع الجاز سوري بيقل لما بتعدي عليه؟ انت فهمتي جول تومسون؟ فهمتي جول تومسون؟ هو ده جول تومسون؟ مش هو كان عند 200 اتموسفير؟ اتنقل ل 1 اتموسفير؟ وانت ما عندكيش اي سورس للانرجي من بره لان ده انسوليتد سيستم. تمام. هياخد انرجي من طاقته الداخليه عشان ينتشر في الاكسبانشن فالف. تمام فهمت. تمام دكتور معلش. تمام شكرا يا دكتور. ممكن ترجع من الاول عشان جرين؟
دكتور خالد حضرتك خدت اتندنس؟ اه اتفضلوا عشان انا دكتور عارف ان معلش انا طلعت قبل ما حضرتك تاخد الاتندنس بثانيه بالظبط. الاتندنس اصلا بيبان عندي، انتوا عارفين الاتندنس ايه اللي بيبان عندي؟ يعني واحد دخل وخرج ودخل وخرج ودخل وخرج، بيبان لي ان هو دخل وخرج ودخل وخرج بالوقت. خلاص تمام شكرا دكتور معلش. يعني انت لو خرجت دلوقتي هيبان ان انت خرجت عندي الساعه كذا. خلاص تمام دكتور. بعد تعمل اوت تاني عشان اخد سكرين. عايز منين سكرين؟ من الاول خالص بسرعه من اول المحاضره. ايوه اهو اه بسرعه كده ده. طب دكتور معلش الحته الاخيره دي انا حاسس ان متلخبط فيها شويه، يعني اذكرها ازاي كده عشان الصوت كمان كان بيقطع عندي جامد فيها. انت تفهمها بس، يعني فهمها بس زي ما انا قلتها. هي يجي لك مثلا كان بيقطع عندي جامد. طيب ثانيه وانا كمان مظهر حاجات حاسس ان انا محتاج اسمع شرحات تاني بعد اذنك. دكتور برضو متلخبط في حته جيل تومسون افكت. طيب وانا خلصت يا باشمهندسين، اللي عايز يتفضل يتفضل. انزل بس يا دكتور صفحه صفحه عشان ناخد سكرين كده. كويس. هي الصفحه كلها بتظهر عندكم دكتور؟ دكتور هو في لو تمبريتشر. دكتور تمام موقف عند كل صفحه 200 كده. هو في اللو تمبريتشر بيبقى فيه اتراكشن فورس كبيره صح؟ اه. طب ليه جينا طيب في جول اللي هو القانون اللي في الاخر ده اللي حضرتك شرحته ليه؟ قلت لما بنغير ضغط من ضغط الاتراكشن فورس في الضغط الكبير بيبقى فيه اتراكشن فورس كبيره. طيب انا مثلا انا جبتكم دلوقتي، انتوا ليه بتربطوا الكلام ببعضه؟ انا جبتكم دلوقتي 10 ماشي تمام، وحطيتكم انتوا العشرة في أوضة كده متر في متر تمام، هيبقى في اتراكشن فورس ما بينكم ولا لا؟ دكتور دلوقتي اللي عايز يقفل خلاص تمام. اه اللي عايز يقفل يتفضل. طيب لو جبتكم انتوا العشرة حطيتكم في مدرج تمام، الاتراكشن فورس بينكم هتقل ولا لا؟ هتقل. طب عشان تنتشروا في المدرج ده، عشان تنتشروا في المدرج ده مش لازم تكسري الاتراكشن فورس اللي ما بينك وما بين زمايلك؟ ايوه تمام. فلازم طاقتي تاخدي انرجي من طاقتك الداخليه ولا لا؟ تمام. فدرجه حرارتك هتقل ولا لا؟ هتقل تمام. بس كده. طيب تمام شكرا يا دكتور. اتفضلي. الباشمهندس اللي كان بيسال على جول تومسون افكت انا لسه شرحه للباشمهندسه. يعني يا دكتور في الكونتينر اللي فيه هاي بريشر الجاز موليكولز مش عارفه تتحرك، مش عارفه تعمل ريليز الكينيتيك انرجي بتاعها، يعني فلما نفتح الفالف بالظبط لانهم قريبين من بعض اتراكشن فورس عاليه، فلما تفتح الفالف عايز ينتشر فعايز يكسر الاتراكشن. تمام. طب معلش دكتور عشان يكسر الاتراكشن محتاج انرجي. تمام. هياخد الانرجي دي منين؟ من نفسه. ليه؟ لان ده انسوليتد سيستم معزول حراري. تمام. طب معلش يا دكتور انا دلوقتي لما اعمل اجي اعمل بريشر في اللينت بروسيس مش كده اعتبر ببذل شغل وبدي للجاز موليكولز انرجي تاني؟ فكده بزود لما بعمل هاي بريشر. ليه؟ لان انا عايزه لما يرجع تاني على الاكسبانشن فالف يبرد. بس مش ده كده هيزود التمبريتشر برضو؟ ما هيزود التمبريتشر بس انا لما ارجع ارجعه على الاكسبانشن فالف هيقل. فده الهدف، ان انا عايزه لما يرجع الاكسبانشن فالف يقل. تمام. انا بس مشكلتي دكتور ان حضرتك اول ما جيت شرحت الصوت تقريبا قطع عندي خالص، عشان كده حتى مش عارف ايه الاكسبانشن فالف وايه الحاجات دي كلها. وانا كمان فعلا المحاضره متسجله ممكن اشوفها. مش وانا بس كمان حضرتك موجود هقولها لك في الكليه. وانا كمان برضه دكتور معلش. اخش التيم ازاي بتاع مايكروسوفت؟ وانت مش عندي يا ابني، انت مش جروب 4؟ انا في جروب 4 بس ما حدش دخلني التيم نفسه. اديني رقمك، اديني الاي دي. ماشي. 2002 060. انا هدخلك. ماشي شكرا دكتور. وانا كمان يا دكتور مش موجود في التيم. وانا كمان يا دكتور. وانا كمان يا دكتور. 14 كام؟ 17 17
صفرين 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 واحد تسعة اتنين واحد كم؟ تلاتة تسعة اتنين تلاتة سبعة سبعتاشر انت سبعتاشر تسعتاشر ولا سبعتاشر؟ سبعتاشر يعني انت من 2017 مش السنة اللي فاتت كنت مأجل 17 كم صفر؟ تمام كم صفر؟ صفرين صفرين وبعد كده 3-9-2 تمام مين تاني؟ 3 انا يا دكتور بارك انا دكتور. انزل يا دكتور كده تاني مين تاني قول 200-2018 مين تاني؟ 2002 كم؟ 042 042 حد تاني؟ 2000 انزل تاني يا دكتور كده 353 كم؟ 353 ماشي هو في بي دي اف هينزل المحاضرة دي يا دكتور؟ انا لسه قايل لكم انا جاوبت على السؤال ده دكتور هو قال لك دكتور المحاضرة دي هتنزل على اليوتيوب زي الباقي؟ ما هي هتلاقوها دلوقتي متسجلة هتنزل لك شوف اي زمايلك من اللي بيعملوا لها داونلود وخدها تمام طيب دكتور باشمهندس عندي حاجه هو انا دلوقتي فاهم المحاضره تمام بس هتبقى مشكلتي كلها في ان انا احفظ اللوز دي تتحفظ ازاي انها كتير جدا ذاكرها مره واثنين وثلاثه وعشرة هتحفظ اللوز هو ما فيش سكشن في الكيمياء يا دكتور ولا هي كلها محاضرات لا ما انا بكره في بكره في تيتوريال معلش هو انا دلوقتي كمان انا بدي المحاضره وبحل عليها على طول مش فاصل ما بين السكشن والتوتوريال انا بدي المحاضره وبحل عليها يعني احنا النهارده خدنا الريال جاز حليت عليه تمام صح المره اللي فاتت لما خدنا ايديال وجرهام حليت عليه صح فان شاء الله بكره في تيتوريال طيب باشمهندس اللي بيسال على مايك بتصل باشمهندس دكتور خلي بس الناس تقفل المايكات بعد فتح المايك بس افتح المايك نقفل المايكات يا باشمهندس باشمهندس انت عندك كومبريسور الكومبريسور ده الضغط فيه 200 اتموسفير هي مكتوبه 20 انا كاتبها 200 على جنب اهو بس هي اتمسحت وانا بكتب 200 اتموسفير خلاص ماشي يا باشمهندس الضغط فيه كام 200 تمام 200 عديته على كولينج كويل ملف تبريد بعد كده عديته على هيت اكستشنجر مبدل حراري بعد كده عديته على اكسبانشن فولف اكسبانشن فولف دي اللي هو صمام تمدد الضغط فيه 1 اتموسفير تقدر تقول لي في الاكسبانشن فولف ده هتطبق مين جول تومسون ليه لان انا عديته من ضغط عالي اللي هو 200 اتموسفير لضغط منخفض اللي هو مين 1 اتموسفير 1 اتموسفير المكان اللي تحت ده هو اللي بلم فيه الليكويد لما يتكون طب تعالى نشوف الجاز هنا كانت درجه حرارته في الكمبريسور 25 عديته على الكولينج كويل درجه الحراره بردت بقت 15 عديته على الهيت اكستشنجر الهيت اكستشنجر بياخد او يدي درجه الحراره القليله من الجاز ياخد او يدي فانت معدي عليه جاز درجه حرارته 15 فالهيت اكستشنجر هيبقى درجه حرارته كام 15 هعدي على الاكسبانشن فالف درجه حرارته هتقل لان هيطبق جول تومسون لان عديته من ضغط عالي لضغط منخفض دكتور دكتور ثانيه من اول الهيت اكستشنجر بس تاني معلش هيت اكستشنجر هيت اكستشنجر وظيفته بياخد او يدي درجه الحراره القليله خلاص تمام. فانت عديت عليه الجهاز درجه حرارته 15 معايا ايوه معايا حضرتك عديت عليه الجهاز درجه حرارته 15 فهيبقى عامل ازاي فالهيت اكستشنجر هياخد درجة حرارة 15 تيجي تعدي على الهيت اكسبانشن فالف ملف صمام التمدد جول تومسون فايه اللي هيحصل درجة الحرارة هتقل معايا تمام فبدل ما يبقى 15 يبقى 10 يجي يرجع تاني الهيت اكستشنجر كانت درجة حرارته كام 15 عديت عليه انت جاز درجة حرارته 10 فالهيت اكستشنجر هياخد درجة حرارة 10 زاد ال 15 لا هو كان انت عندك 15 وعديت عليه حاجه 10 مش هيبرد هيبرد
هنقول ان هو وصل ل 10 تمام. طب يرجع على الكمبريسور تاني درجه حرارته تزيد يرجع تبقى 25 يرجع الكولينج كويل يبقى 15. طب ركز بقى في الحته دي الهيت اكستشينجر كانت درجه حرارته كام؟ 10 دخلت عليه الجاز فالغاز هياخد درجه حراره 10 لانه بياخد او يدي الغاز درجه ثانيه بس ثانيه بس تمام. يجي يعدي على الكول على الاكسبانشن فالف هي درجه حراره تقل تبقى 5 يجي يعدي تاني على الهيت اكستشينجر الهيت اكستشينجر كانت درجه حرارته كام اخر مره؟ عشرة. عديت عليه غاز خمسة هيبقى خمسة هيبقى خمسة يرجع يبقى 25 يرجع يبقى 15 آخر مرة درجة حرارة الهيت اكستشينجر كانت كام؟ خمسة. فالغاز اللي هيعدي هياخد خمسة ويرجع الاكسبانشن يبقى 3 يفضل يعدي لحد ما توصل الكريتيكال تمبريتشر. خلاص معلش يا دكتور ممكن سؤال؟ اتفضلي. هو الارقام دي علينا يعني احنا علينا نعرف ده عشان نفهم صح؟ وفي حاجه بس انا مش عارفه اجمعها. هو كده في اللو تمبريتشر الاتراكشن عاليه ولا لا؟ اللو تمبريتشر لما انا اقلل درجه حراره الغاز لما اقلل درجه حراره الغاز الاتراكشن بتزيد. تمام. وكده البريشر بيبقى ايه؟ بريشر بيقل لان لما الاتراكشن تزيد الضغط على الكونتينر بيقل. تمام تمام. معلش يا دكتور. طب دكتور معلش في سؤال. طب خلاص ماشي اللي عايز. معلش بس الصوت كان بيقطع من اول الهيت اكستشينجر. معلش ممكن تعيدها تاني؟ معلش انا دي ركعه مع 10 مره. معلش والله الصوت فعلا كان بيقطع. معلش لحد فين؟ من اول وظيفه الهيت اكستشينجر. الهيت اكستشينجر معناها مبدل حراري. يعني ايه مبدل حراري؟ يعني بياخد او يدي الغاز درجه الحراره القليله. خلاص بياخد او يدي الغاز درجة الحرارة مين؟ القليلة. القليلة. طيب. طيب انت الغاز اللي عدى درجة حرارته 15 فالهيت اكستشينجر هياخد درجة حرارة كم؟ 15. هتيجي تعديه على الكولينج كويل. هتيجي تعديه على الاكسبانشن فالف. الاكسبانشن فالف ده تمد صمام تمدد. ده مين؟ صمام تمدد. صمام تمدد. صمام التمدد ده. صمام التمدد ده. هيبقى فيه ايه؟ درجة الحرارة فيها تقل. درجة الحرارة فيها تقل صح؟ لان ده تمام. اللي هو جول تومسون. ايوه تمام. في مشكلة؟ لا لان ده مين؟ اللي هو جول تومسون. خلاص؟ ده جول تومسون. هيرجع يعيد تاني. هيطلع تاني. دكتور طيب. معايا يا باشمهندس؟ مع حضرتك. فالغاز مثلا بقى درجة حرارته بقت 10 يرجع الهيت اكستشينجر. الهيت اكستشينجر كانت درجه حرارته كام؟ كانت 15. 15 لما الغاز يطلع درجه حرارته 10 فالهيت اكستشينجر هيبقى درجه حرارته 10 هيبرد. تمام. تيجي تعديه تاني يبقى 25 تعديه على الكولينج كويل يبقى 15. تيجي تعدي الغاز اللي درجه حرارته 15 على الهيت اكستشينجر اللي هو درجه حرارته كام؟ 10. فالغاز هياخد درجه حراره 10 لانه بياخد ويدي الغاز درجه حراره قليله. تعديه على الاكسبانشن فالف يبقى 5 فالهيت اكستشينجر كانت درجه حرارته كام؟ كانت درجه حرارته 10 وانت عديت على عليه غاز درجه حرارته 5. تمام. بس تفضل تكرر العمليه لحد ما توصل للكريتيكال تمبريتشر. خلاص دكتور. بس سؤال وال200 اتوم دول ثابتين في الكمبريسر؟ طب هو دلوقتي مش انا لما بفتح الكمبريسر عشان اتخرج منه الغاز او ادخله تاني عشان يرجع يقل درجه حرارته بعد ما عدى؟ لا انا ما بفتحوش هو بيدخل وبيخرج. واحنا طريقه العمل دي علينا؟ لازم تبقى فاهمها. هو ما بيتحرك من بريشر عالي بريشر واطي التمبريتشر بتاعته بتقل. مظبوط كده؟ طب دكتور معلش هو الفهم انا فهمت المحاضره تمام بس الفكره في القوانين دي تتحفظ ازاي؟ انها كتير جدا. لا دي بال انت تقعد تشتغل كتير على نفسك. يعني تقعد تذاكر كتير. انت دخلت هندسه فلازم تقعد تذاكر كتير وتفهم. تمام. هي بس المشكله دي كانت بتبقى في الحفظ بس مش اكتر لكن كفاهم المحاضره كلها تقريبا اتفهمت. انت مع الفهم لو قعدت دلوقتي كتبتها مع نفسك مرتين خلاص المحاضره مش هتخرج من دماغك تاني. دكتور لو سمحت. تمام دكتور اتفضل. هو حضرتك المره اللي فاتت شرحت الحته بتاعه اليورانيوم والمره دي الحته بتاعه الكمبريسور والهيت اكستشينجر دي انا طبق عليهم ازاي او اسئلتهم بتيجي ازاي عشان اعرف ان انا فهمت؟
بس زي ما انت فهمتهم ايه اليورانيوم اللي انا بستخدمه، طب ايه الابليكيشن بتاعت جرهام، هل ان انا بفصل فيها ايزوتوبس ولا بعمل بيها ليكويفاكشن للجاز. هو انا قصدي ان النظري بيجي عليه اسئله ولا لا، عشان بس بيجي عليه اسئله. تمام خلاص تمام ماشي يا باشمهندس. طب دكتور معلش في سؤال صغير بس، اتفضلي. هو في الديفينيشن بتاع الكريتيكال تمبريتشر، او احنا ليه قلنا ان هي هايست تمبريتشر واحنا اصلا بنفضل نقلل في التمبريتشر لحد ما التمبريتشر اللي احنا مش عايزينها؟ قصدي هايست، مش قصدي هايست يعني عاليه، مش قصدي هايست يعني عاليه، يعني انا جيت قلت لك ايه، انا عايزه ابرد الجاز ده خلاص، فانت هتقولي لي عشان تحوله ليكويد لازم توصل لدرجه حراره كام، 10 مثلا مثلا او 5 يبقى دي اعلى درجه حراره المفروض ابقى عندها. او لكن مش معنى كده ان انا بعليها يعني. لا مش معناها ان انا بعليها، دي اعلى واحده ابقى المفروض ابقى عندها عشان الليكويد يبدا يظهر، لو انا اعلى منها مش هيظهر. او تمام تمام كده اوكي، شكرا يا دكتور. شكرا يا باشمهندسين، شكرا دكتور. السلام عليكم. واحنا كده مش متاخرين؟ لا متاخرين في ايه؟ انا كنت شفت قبل المحاضره، شفت الستدي بلان، لقيت ان احنا لسه في الموضوع بتاع ويك 1. لا ما تقلقش. تمام شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. وعليكم السلام.